بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الرجيب حدث من الأحداث التي مرت بداود وسليمان. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، يحكمان يعني في خصومة في الحرس، في قضية الحرس. أما هو الحرس؟ الحرس هو إسارة تربة الأرض، زي ما نقول إيه، نحرسه، مش كده بنقول نحرس ونعزقه؟ ليه؟ ربنا سمى الزرع والثمر ده والجناين اسمها الحرس، ويهلك الحرس. طب ده الحرس انك تحرط، هيهلك ايه في الحرس؟ ده بيهلك ما نشأ من الحرس. يبقى بيسمي الزرع ايه؟ الحرس. أصابت حرس قوم، يبقى الحرس المراد به ايه؟ الزرع. طب وايش معنى انا مسميه الحرس مع ان الحرس اعداد الارض للزرع؟ أما قال لك علشان يبين لك أنه لا يمكن زرع إلا بحرس. ليه؟ قال لك لأن الحرس إهاجة تربة الأرض، والعزق برضو إهاجة التربة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، يبقى الحرس هو إيه هنا؟ الزرع. إيه قصته؟ رجل عنده زرع ورجل عنده غنم، فراعي الغنم سهي عن الغنم، فالغنم ذهبت للزرع وكلته، فصاحب الزرع راح اشتكى لمين؟ لسيدنا داود. فسيدنا داود في اول وهله كده قال ايه، ادي يا صاحب الغنم الغنم لصاحب الارض وامشي. فلما خرج كان سليمان سنه كام؟ سنه 11 سنه. فهم خارجين من عنده كده قال لهم ماذا قضى ابي؟ يعني هذا القضية دي ايه؟ قال ايه؟ قالوا له والله بتاع الغنم يديها لمين؟ لصاحب الحرس. احنا بنقول يمكن لقى ان الحرس اللي الزرع اللي تاكل قيمته قيمة الايه؟ قيمته قيمة الغنم، وتبقى خلصة المسألة. قال سيدنا سليمان قال ايه؟ غير هذا ارفق بالفريقين. ما قالش ندى جو، ارفق يعني ده رفق برضه، انما يعني يبقى في حاجه ثانيه. غير هذا ارفق بالفريقين، يعني بصاحب الزرع وصاحب الايه؟ وصاحب. فلما قال كده بلغت المقاله لمين؟ لسيدنا داوود. فارسل الى سليمان قال له ايه، ما هو الرفق في الفريقين، نعمل ايه؟ قال له لا، احنا ندي الغنم لصاحب الزرع، صاحب الزرع يستفيد من لبنها وصوفها وشغلته، ونقول لصاحب ازرع الارض، صاحب ايه ازرع، صاحب الغنم يزرع الايه، صاحب الغنم ايه يزرع الارض، لما تجيب الثمر بتاعتها نقول له يا شيخ رجع الغنم لصاحبها وخد ارضك. خلاص، ده حكم وده حكم. وداود وسليمان
إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. نفش الشيء أي أخذ حجما فوق جرمه. لما تجيب مثلا نقمة بقسماط كده قد كده وتحطها في لبن ولا أي حاجة تعمل إيه؟ تنفش. كانت الأول حجمها قد كده بقى حجمها إيه؟ نفشت، مش كده؟ ولذلك المواعد يجي كده عامل كده يقول له انت مثلا نفش ريشك يعني واخد بحجم غير ايه حجم اكبر من حجمك. خلاص كده كويس. اذ نفشت فيه غنم القوم، غنم صاحب الايه الغنم راحت كلت الايه الحرث. طيب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، احنا مراقبين الحكم. ففهمناها سليمان، بس ده مش طعن في داود، وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دي بقى أخذت منها القوانين الوضعية، محكمة درجة أولى ومحكمة درجة ثانية ونقضي ومش عارف إيه. إياك أن تظن أن المحكمة الاستئناف لما ترد قضاء محكمة درجة أولى أنها بتطعم فيه. أهدي ففهمناها سليمان. لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. لسليمان، طب ديك لداود، قال لسليمان ابن عملنا إيه؟ طب طبعا سليمان استفاد بما علم الله به أباه داود. خلصنا منه، يبقى خد النعمة دي وحنزوده حاجة ثانية. ايه زيادة بقى؟ الريح عاصفة. الريح عاصفة يعني شديدة قوية. يجي واحد يقول لك ريح عاصفة، قال لك ايه ريح عاصفة، ويركبها الى الارض التي باركنا. الارض التي باركنا في ارض من 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 صحراء فلسطين الى العراق، ادي الحتة اللي كانت فيها دي. يعني مواصلات داخلية في مملكته. ولسليمان الريح ايه عاصفه. وفي ايه ثانيه يجي مثلا يقول ايه، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد ايه من بعد انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء، ريح لينه هينه نعمه. الله ده بيقول هنا عاصفه وهنا ايه وهنا رخاء ولينه، يبقى المعنى ايه يعني؟ طب عاصفة تدي سرعة، لينة تدي راحة، فكأننا جمعنا لها بين السرعة في عاصفة وبين اللين والنعومة في رقاء. محدش يقدر يجمعهم أبدا دول ويا بعض كده. لا ده لما العربية تسرع تشوف الناس يمسكوا بعض ويمسكوا مش عارف الايه، عايزين يمشي بهدوء كده بهدوء، قول له على مهلك يا أخي شوية مش كده، ما مش عارف ايه بالشكل ده. فإذا العاصفة تدي ايه؟ شدة شد عشان تديله سرعة، إنما رخاء تدي إيه؟ لينة. فجمع له بين ما يعطيه السرعة إلى مراده وبين ما يجعلها إيه؟ مريحة ناعمة هادئة لا تؤثر في تكوينات جسمه. لأن الخضة بتاعت العملية دي يمكن تخلع، يمكن تخلي الواحد ينضرب في الحاجة قدامه. ولذلك بيعملوا إيه؟ بيعملوا للإنسان رباط حزام كده يربطوه بيه. ليه؟ لان يمكن حركه السرعه دي تعمل عمليه زي دي. فقال لا، احنا ادينا له ما يعطيه السرعه وما يعطيه، ومن يقدر على انه يعمل الاضداد كده يجمعها مع بعضها كده. قال لك القابض الباسط، ان الله يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين، وهو القابض الباسط يجمعهم الاثنين ويا بعض. نعم. ولسليمان الريح عاصفه تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وإحنا قلنا باركنا فيها لأنها أرض فيها زروع وفيها ثمار وفيها قصب ونماء وفيها إيه نبوة وآثار النبوة، وكنا بكل شيء عالمين. هنا بقول لك الريح يعني كان بيركب الريح كده، أظن أنتوا شفتوا حاجة كانوا عملوها زمان بساط الريح، وعملوا حيل سينمائية عشان البساط تشوفوا كده إيه عمال بيمشي وبيجري ومش عارف إيه وبتاع وكده. ولا اننا سخرنا له الريح للمراكب مثلا تعمله، طب ما المراكب بتعمل لكل واحد؟ قال لك لا، التسخير له في ان الريح يبقى تحت مراده بقى. عايز يمشي كده يقول له تعالى يا ريح كده، عايز يمشي كده يقول له تعالى يا ريح كده، ما يقولش يسفح قوي، لا
يقول يبقى التسخير في ايه؟ في انه يأمر الريح لا تهب على مرادات الطبيعة التي خلقها الله عليها، ولكن على مراده هو. عايز تقبل تقبل، تبقى جنوب جنوب، تبقى شمال تبقى شمال، يبقى بأمره هنا. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. طب ما دام الأرض الداخلية ومش عارف إيه، قال لك عايزة سرعة، أم قال لك طيب أمال الثانية ريح، قال لك ده دي معناها في قول الحق سبحانه وتعالى إن مش في الأرض التي باركنا فيها بس، مش مواصلة داخلية، ده عملها له مواصلة إيه؟ خارجية كمان لما قعد بيتفسح حتى. ولذلك الريح غدوها شهر وروحوها شهر، يبقى ايه دي غدوها شهر وروحوها شهر، تبقى قد ايه دي؟ يبقى في مواصله داخليه وفي مواصله ايه؟ خارجيه، يمكن عايز يتفسح في الكون، عايز يطلع كده يعني على كيفه. ولذلك هناك هي تجري بامره رخاء حيث اصاب، يعني زي ما يعوز. نعم، تبقى زي ما يعوز، مش زي طبيعه الريح بقى. نعم. ومن الشياطين، ادي التسخير ثاني، يبقى سخر الريح وسخر ايه؟ الشياطين. ومن الشياطين من يغوصون له، الغوص هو النزول الى اعماق الايه؟ الى اعماق البحر. طب عشان يعملوا له ايه؟ طب عشان يجيبوا له كنوز البحر ونفائسه بقى، اللؤلؤ والاشياء اللي هي العجيبه اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده فيه. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ايه؟ عمل تاني غير اللي يكلفه به، العمل الشاق للإنسان ما يقدرش عليه هو ايه. ولذلك يقول في آية تانية يعملون له ما يشاء، فدخل مرادات العمل في مشيئته من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا، عملنا لكم كل ده، يبقى انتم ملكوش الا تشكروا بس. يبقى إذا إنا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. آية ثانية صراحة اللي هي إيه؟ ما يشاء من إيه؟ محاريب اللي هي بتاع العبادة زي القبلة اللي إحنا بنعملها دي، تماثيل وجفان كالجواب، جفان اللي هي اللي بياكلوا فيها الأصعة كالجواب، يعني واسعة أو تسع مثلا 100 يقعدوا ياكلوا، وقدور الراسيات مش قدر ننقله ونغسله ونعمل قد كده، لا قدر، ما يمكنش الا له مبنى زي اللي شفناه مثلا مره في الرياض لما كان الملك عبد العزيز عامل قدور لها اعداد ومبنيه ومش عارف ايه، والواحد يقف فيها ويمد ايديه يبقى لسه ما يبلغش طولها، زي القدر بتاع ابن جدعان اللي النبي كان بيقول عليه، او المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي. طيب هناك بقى وفي قوله يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب معقوله، وتماثيل. طب هذه التماثيل هي اللي فاهم، طب ده هو ابراهيم بيقول ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ ما هو واحد يقول لا ده التماثيل دي كانت الاول حلال وبعدين فتن الناس فيها فعبدوها فحرمها الله، نقول له طب خد بالك بقى انت بتتكلم ازاي، ده سليمان جه بعد ابراهيم، سليمان جه بعد ابراهيم، يبقى لازم تشوف لك صرفه معيشيه انها كانت حلال الاول وبعدين ربنا حرمها، لان نقمه ابراهيم عليها تبقى محرمه. ما هذه التماثيل لك، وهنا ما لا يمتن الله على نبي بانه علمه اشياء محرمه، بقى امتن عليهم بانهم يعملوا تماثيل. طب ده هو قال هناك ما هذه التماثيل التي انتم ايه؟ لا عاكفون. نقول ان تكون التماثيل هنا لغرض، لا لغرض التعظيم والايه؟ والعباده، بل اللي يشوفها فيها اهانه، تمثال عامل له بقى واحد جبار ولا اسد كبير ناخخ وشايل له القصر، شايل له البلكونه، شايل، يبقى مش تعظيم ده، لا ايه؟ ده اهانه دي. نعم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. كنا لمين؟ لهم لمين؟ يا جماعة المعاصرين اللي عاملين. طب ده الشيطان لما يجي ويبني كده الناس تعمل ايه؟ الناس تترعب. قال لك هم يعملوا، الناس ما يشوفوش هم بيعملوا ازاي، وإلا الناس لما كانت تشوف الشياطين وبيعملوا العمليات دي يترعبوا ولا ما يترعبوش؟ وكنا لهم ايه؟
وكنا لهم حافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان. الوهب هو عطاء بلا مقابل. عطاء بلا مقابل. طب ما هو بالخلفة كلها كده الشكل اسمنا وهبنا. قال لك قد يهبه ذاتا ولكن الصفات هبه بقى. كانوا يبقى ملك وكانوا يبقى كذا وكانوا يبقى كذا وكانوا يبقى كذا. دي الهبة. ووهبنا لداود ايه سليمان. ولذلك الذين يطلبون الأشياء على غير مظانها من الأسباب يطلبوها بالهبة. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني دي مش لها. فهب لي لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. مش كده؟ واجعله ربي رضيا. ولذلك كان كبير السن ولا مش كبير؟ كبير السن. يعني الاسباب الماديه اللي هو فيها فحوله علشان ينجب ومراته عاقر ومش عارف ايه، قالوا لا ده لي هبه دي. مش بالقانون بقى ولا بالسبب، ده لي ايه؟ ده لي هبه. الله. لما ربنا قالوا طبعا ده لك هبه. أم هو قال الله هبه ده المراه عاقر خلاص ما بلغت سن الياس وانتهت المساله. وانا بقيت قال له كذلك قال ربك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلقت الاسباب يا اخي. اذا الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الهبه فيه شيء بالاسباب، وان كانت الاسباب ذاتها هبه بس الاسباب هبه عامه. لكن ما يلحق الذات الصفات الخاصه دي اسمها ايه؟ الهبه بقى. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. الله. نعمة جت هنا مدح. المدح هنا جاء بالصفة العقدية في العبودية. يعني انه عبد كويس. عبد لمين؟ عبد لله. احنا قلنا زمان كلمة عبد وعبودية كلمة ممقوتة عند الناس. طيب قال لك هي صحيح وله الحق في ان يمقتها. ليه؟ لان العبد من البشر يعطي خيره لسيده ولكن العبد لله ياخذ خير الله. تبقى العبوديه دي ايه بقى؟ ده العبوديه عز لي. فبقول نعم العبد. واحنا قلنا امبارح ربنا لما تجلى على رسوله بالمعراج والاسراء قال ايه؟ سبحان الذي اسرى بمين؟ بعبده. يعني العبودية الخاصة هي اللي جابت له الايه؟ جابت له الحكاية دي. نعم العبد. ثم بين لنا مناط المدح بالعبودية. انه اواب. اواب يعني ايه؟ يعني رجاع الى الله. افرض ان نفسه هفت هفوت يأنب نفسه عليه ويرجع على طول الى الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في اياته يقول ايه؟ انما التوبه على الله
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بجهالة يعني ما خططش ليه، وقعت المسائل له كده مش بيرتب لها بقى، لا وقعت كده، وبمجرد ما يعملها يندم ويتوب ويضرع إلى الله. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون. مش آيب يعني مش مرة، لا ده كتير. وأواب هنا رجاع إلى الحق، فكأنه لم يفرح بالمخالفة وإنما ندم عليها ولحق نفسه وروح لمين؟ وراح لربه. هيجيب اللي يؤيد هذا. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، العشي يعني ما بعد الظهر إلى المغرب. طيب عرض عليه، أنتوا عارفين العرض يعني إيه؟ إحنا لما نعرف عرض عسكري بيعرض عليه لصاحب اللي هيعرضه قدامه يقف ويمر عليه. أهو كده إذ عرض عليه بالعشي الصافنات، الصافنات جمع صافن، والصافن هو الجواد العريق. ساعة ما يقف تلاحظوها كده في الجياد العربية الصميمة، ساعة ما يكون واقف ما يقفش على رجليه الأربعة، يقف على ثلاثة ويخلي الرابعة فوق ويقف على الحافر كده، هذا اسمه ايه؟ الصافن. والجواد وجياد جمع جواد، والجواد هو القوي السريع، القوي السريع. طيب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، زي ما احنا بنعمل رئيس الدولة يجيب الجيش ويستعرضه ويجيب الدبابات ويجيب. طيب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببت حب الخير. الخير هنا قالوا أنها الخيل، لأن النبي قال إيه؟ الخير، الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وخير ما ربيت فرس تمسك عنانه حتى تسمع كل صيحة تطير إليه. ولذلك لما الحق جه قال استعدوا للكفرة اللي كارهين مناهجكم وأعدوا لهم إيه ما استطعتم من إيه من قوة، دي عامة بقى بس خاصة رباط الخير. ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن الأشياء اللي تهزني ساعة ما نمسك الخير دي واللي هنعديه من رباط الخير، خير مربوطة للجهاد، نجد أن الحق سبحانه وتعالى ترك الخير، ترك الجواد، هو الوحدة، وحدة القوى في العالم كله. يقول لك دي قوة كذا حصان، دي قوة كذا حصان، يعني إذن هو إيه؟ مقياس القوة. ولذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط إيه؟ الخير ترهبون به عدو الله وإيه؟ وعدوه. فهو لما عرضت عليه الخير قال أنا بحب الحكاية دي. ليه؟ حب صادر عن إيه؟ خيلاء؟ عشان تبقى آلي جاجياد وتبقى تروح السبا؟ ألا أحببت حب الخير حبا صادما عن ذكر ربي، ذكر ربي ومنهجه، وعايز عندي القوة تستطيع أن تفرض إيه؟ أن تفرض منهج الله في الإيه؟ في الأرض. أحببت حب الخير حبا صادرا عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت بالحجاب هنا حين يأتي الفاعل مستور يبقى لازم يكون له مرجع الأول. جاءني رجل فأكرمته، يعني أكرمت مين؟ الرجل. طب هنا إيه اللي حتى توارت؟ ما فيش حاجة هنا. أم قال لك توارت بالحجاب مشهورة في الإيه؟ في الشمس حين تغيب، في الشمس حين تغيب. قال
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى العرض قعد لحد إيه الشمس ما إيه ما زالت. فقالوا إن الصلاة فاتته، صلاة العشية فاتته. نعم أدي واحدة، ردوها علي. ردوا إيه علي؟ الخير، العرض ماشي كده، معنى يردوها يعني يرجعوها إيه، رجعوها تاني. فطفق، طفق يعني إيه؟ شرع في كذا، طفق يعمل كذا يعني شرع فيه. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، السوق اللي هي القوائم دي، والأعناق اللي هي العنق اللي فيه معرفة، ودي عادة تضمير الخير في الحتتين دول يوضب سوقه، لأنها إيه أداة الجرش، وهي اللي حمل الجسم وحمل الفارس وحمل العدد بتاعته وحمل كل حاجة، يوم اسمها ايه يضمرها. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، يعني سر منها فاراد ان يكرمها بهذه الايه بالعمليه دي. فطفق مسحا بالسوق والايه والاعناق. الناس بقى دخلوا وقال لك لا ده هو كان عايقتلها ان يقتلوها، وقعد يمسح يعني يذبحها لانها لهته عن ايه عن الشمس. طب وهي اللي لهته ولا انت اللي لهت الدنيا كلها؟ طب ذنبها ايه بقى هتذبحها؟ لا عشان هي إيه اللي لهتك، ده انت اللي لهيتها وانت اللي شغلتها. فيعني كلام يشيعونه في الاسرائيليات. والعجيب ان في الاسرائيليات اشياء تقدح في نبوه الانبياء في بني اسرائيل كتير قوي. قعدنا نبحث عن العله في انبيائهم ويقعدوا يطلعوا فيهم، وده قعد بنته وعمل وده مش عارف ايه وده الله ايش الحكايه دي، وده اتجوز اوريا وده. نقول له ايوه، لان الذي يشرف على نفسه وهو تابع للدين يريد ان يلتمس في من جاء له بهذا الدين شيء من النقيصه، عشان يقول يا سيدي ما حصل كذا، يبقى ادي السبب بقى كله. فطفق يعني شرع مسحا بالسوق والاعناق. ولقد فتنا سليمان، احنا قلنا ان الفتنه معناها الاختبار، والفتنة في ذاتها مش مكروه، السقوط فيها هو المكروه. اختبرناه فنجح، يبقى الفتنة وحشة؟ لا تبقى حلو. تبقى هي وحشة عند مين؟ عند اللي يسقط فيه. ولقد فتنا سليمان، وقلنا الفتنة في الذهب مخلوط بمواد، وعايزين ذهب إبريز صافي، يقوموا يجيبوا البوتقة ويغلوا الذهب فيها، يقوم يسيح ويقعد يتكتك كده، كل ما يسيح ويتكتك ينفي ايه العنصر الاخر من الذهب لحد ما يبقى ايه نضار خالص. اذا فالفتنه اختبار عشان تخليط الجيد من الرديء، كذلك الفتنه في الناس. ولقد فتنا سليمان، زي ما فتن ابوه في الايه في مساله استصوروا المحراب. ولقد فتنا سليمان، طب ايه يعمل ايه؟ والقينا على كرسيه، كرسيه اذا كده كرسي الملك يعني العرش بتاعه، القينا عليه على كرسيه جسدا. ما هو الجسد؟ الجسد هو قالب الكائن، لكن اذا قيل جسد زي ما احنا نقول ده جثه، ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه روح. القينا على كرسيه جسدا، الله ايه القينا على كرسيه جسدا، او العلماء بقى رمحوا في الحكايه. القينا على كرسيه جسدا ثم اناب. قالوا ان داود كان له سليمان ومخلف ولد ثاني، الولد ده كان فاسد زي ابن نوح، فاحتال وعمل انقلاب على مين؟ على سليمان. ولما عمل انقلاب على سليمان ظل ملك مدة طويلة. وبعدين الله لما أناب سليمان، لما حب ينيب سليمان، سليمان أقصي عليه انقلاب، أم ربنا جعل هذا الولد الطاغية على كرسي عرشه جثة هامدة لا تتحرك، يعني بعد ما كان بيسيطر على ملك ما قدرش يسيطر على
على نفسه اسمه جسد. وبعد ذلك خرجت عليه رعيته فقتلته وجيه مين؟ سليمان مطرحه. ادي واحده. الشيء الثاني ان سليمان كان عنده جوارير، فقال انا سامر الليله على 70 جاريه واتي من كل جاريه بولد فارس يركب فرسه في سبيل الله. يبقى المساله كلها خير ولا مش خير؟ لكنه لم يقل ان شاء الله، فما حدش من الجواري ولد ابدا الا واحده. ولدت جسد ملوش ولا تصرف ولا اي حاجه، لانه ما قالش ايه، ولذلك يقول ولا تقولن ايه لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لما يجي الفلاسفه يحللوا الحكم يقول لك انت بتقول اعمل كذا غدا، أضمنت نفسك غدا؟ لا، أنا غدا سأقابل فلان وأكلمه في الشيء الفلان وأعمل كذا. طب أنت ضمنت نفسك؟ أدي واحدة. طب ضمنت اللي هتكلمه ده يكون موجود؟ أدي التانية. طب ضمنت إن السبب ما يتغيرش؟ طب ضمنت إن كل دي موجودة وبعدين صحتك ما تساعدكش تقابله؟ لا. يبقى أنت تحكمت في شيء لا تملكه عنصرا واحدا من عناصره. طب ما ترد المسألة إلى الله وتقول إن شاء الله، عشان ما حصلش يبقى برأك عن الكذب، يبقى راح معك أن تكون كاذبا. تقول إن شاء الله لما ما يحصلش ولا أي حاجة، يبقى بيعمل لنا إيه؟ بيصون كرامتنا ولا ده صيانة للكرامة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الإيه؟ فلما قال حمور لا يظهر ان مساله كونه ملك ونبي خلت المسائل يعني وملك الجن وملك مش عارف ايه، يعني يظهر المساله يعني برضه لبسته شويه، فما قالش ان شاء الله. فجازاه الله بان ما تحبلش الا ولد وتجيب جسد ملوش ايه. طيب ادي الثانيه. قال لك لا ده في حاجه ثالثه. ايه الثالثه؟ قال لك ان الجن اللي تميز سليمان بانهم يعملون له ما يشاء خلف سليمان ولد. قال لك ده الولد ده بقى لو عاش هيعمل فينا زي اللي ابوه ايه؟ زي اللي ابوه عمله فينا. وما دام هيعمل فينا اللي عملوه احنا الايه؟ نموته. فسليمان دري فخاف عليه فاداه في الصحاب فوق يرضع من المزن بعيد عنه. فيبقى أكن سليمان عايز يفر من قدر، يفر من قدر. فألقينا على كرسيه جسدا، أو ألقينا على كرسيه جسدا هو نفس سليمان مش ولد، هو نفسه. إزاي؟ هم قال لك سليمان الإنسان العادي بيتحكم في جوارح نفسه حين يريد الله ذلك. يعني انا قاعد اهو عايز اقوم، اقوم ولا ما اقومش؟ اقدر اقوم. عايز مثلا امسك ايدي واضرب واحد قلم اضرب، عايز اخد بايد واحد للطريق، بلساني اشتم واحد، امدح واحد، جوارحي بسيطر على ارادتي. بتسيطر على ايه؟ ارادتي. الله يعطي في الانسان مثل عشان يقرب له المسائل المتعلقه بالحق في اطار ولله المثل الاعلى. إذا كنت أنا لما أحب أقوم بقوم. طب أنت تعرف كم عضلة بتحرك عشان تقوم؟ ها؟ ما تعرفش. طب كم عضلة بتحرك عشان ترفع إيدك كده؟ كم عضلة بتحرك عشان تنفع كده؟ كم عضلة بتمسك البتاع كده؟ بقى الأنامل دي تمسك إبرة. إبرة تروح ماسكها كده على الأرض ماسك إبرة. إيش اللي قال لك؟ شوف بقى. انت بمجرد ما توجه ارادتك الى جارحه الى شيء تتعمل لك بدون ما تفكر هي مين اللي هيعملها، عضله ايه اللي هتتحرك. خدنا لنا مثل من اللي بيهدوا من المباني اسمه ايه؟ دراكتر ولا ايه؟ لودر. اللودر بس هو قاعد عليه قد كده بس فاهم الشغل وعارف المسامير، يقوم يعمل زرار كده بتاعت الترفع
زرار كده البتاع تتفتح كده، زرار كده تنزل تحت، زرار كده تقبض على الحاجه، زرار كده يشيل. الله، ده انت على ما بتحرك الروضة عشان ينقل حاجه لحاجه عملت كم زرار؟ طب انت لما بتحب تعمل العمليه دي كده زي الروضة كده اهو بتحرك ايه؟ ما عرفتش. اذا اخضع الله جوارحك لمناداتك، بمجرد ما تعوز شيء تعمله، بس دي بالذاتيه بقى فيه يقدر يسلب الحكايه دي منك، تيجي تحرك ايدك تبقى مشلوله، تبقى بالذاتيه بقى، يبقى موهوبه ولا لا؟ موهوبه. فاذا كان العبد مجرد ما يريد حاجه يعملها، هل هو لما عاد الحاجه قال للايده اتحركي يا عضله فلانيه اتحركي؟ ما قالش، ده مجرد ما يريد هاته. يوم لما يقول لك، ما يقول لك ان ربنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ما تستعجبهاش بقى. ده انت مجرد ما بتريد تقوم تقوم، وربنا بيقول لها قومي انما امره اذا ان يقول له، انت ما قلتش مجرد. طب ليه ما قلتش؟ قال لك اصل لما هي مش مطاعه عليك، وانت لما تقول هتستجيب لي، انما ربنا لما يقول تستجيب. ولذلك بس ريحك من الكلمه اللي انا مش هتجاوبك ولا هتسمع منك. نعم. القينا على كرسيه جسدا، يبقى للانسان بارادته تصرف في جوارحه ما دام الله قد اراد لها السلامه. وهي ليست ذاتيه بدليل ان ربنا يسلبها وما يقدرش يحرك ايده. هذه واحده. طيب وبعدين مش يبقى على جوارحه بس وعلى جوارح غيره. تعالى يا واد قوم، انا تعالى اعمل دي، الله يتصرف في غيره. يبقى مراده تعدى ذاته الى ايه؟ الى غيره. طيب غيره من اللي حواليه من الانس، طب وغيره من الجن كمان؟ تعالى يا جن اعمل كذا، ويا جن اعمل كذا، تعالى يا طير طير يا بساط. الله، ده ايه السلطه دي؟ بقى خرج من سيطرته على جوارح ذاته الى جوارح غيره من الانس، الى غير جنسه من الجن، الى اشياء الريح، يسخر الريح تمشي. الله، ايه الحكايه دي؟ يبقى دي معناها ايه؟ معناها انه استعلاء في التسلط والسيطره على جنود الله. يمكن يجي بقى له دخل للايه؟ في نفسه. قال له يا سليمان المساله دي مش هبه، مش ذات، ده هبه. أنا أقدر أخليك لا تقدر لا تسيطر على نفسك ولا على اللي حواليك، وألقيك جسدا. فمرت عليه لحظة قعد كده لا يقدر إيد يشيل إيد ولا يقدر يأمر أمر ولا بتاع، فعلم أنها إيه؟ أنها ليست ذاتية فيه ولكنها موهوبة له. وما دام موهوبة له هذا الملك العظيم، ده ملك لا ينبغي لأحد من بعده، يبقى لازم تشعبط دائما في من ملكك هذا الملك. اوعى تتخلى عنه. ولذلك ركب البساط مره والريح ماشي بيه كده، فخدوا يعني ان هو يعني البساط ماشي له، البساط ماشي بيه ايه دي يعني؟ قام البساط ميل كده وهيوقعه. قال له اتعدل يا بساط. قال له لا، امرنا ان نطيعك ما اطعت الله. حلو، مش وياك، ما احنا شوياك في دي. يبقى ولقد فتنا سليمان، فتناه باننا ملكنا له ملكا زي ما لا ينبغي لاحد من بعد. بس ما مش عايزين تاخدوا عزه بقى، لان كلا ان ربنا ما يكذبش كلام وسليمان من الانسان ولا لا؟ كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. فبده يثبت لنا الانسان تملك في جوارحه، وبعدين تملك في اللي حواليه، وبعدين تملك في جنس اخر والى اخره، لكن ذلك كله موهوب له وليس ذاتيه، بدليل ان الله سلبه والقاه على كرسيه جسده، لا امر له ولا نهي ولا اي حاجه. فلما فهم المساله دي ابى ورجع الى ما كان عليه بعد بس التجربه اللي شافها. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. الفتنه اللي جت لسليمان بقى ايه؟ ولقد فتنا سليمان. سليمان ابن رسول، وبعدين خد ورث الرساله،
وربنا صوب حكمه مع أبيه وقال ففهمناها إيه سليمان. وبعدين بقى قاعد على الكرسي وبيأمر وبينها، ما يدرينا أن ذلك قد يغري نفسه بعض الشيء، فأراد الله أن يصحح خواطره في نفسه لأنه ليريده لمهمة أعلى من اللي هو فيها الآن. فماذا صنع؟ هو قاعد على الكرسي كده التفت لقى العافية اللي كانت عنده ما فيش عافية، ما يقدرش يقوم، ما يقدرش يحرك ايده، ما فيش أي حركة من حركات الحياة. قال يا ربي الحكاية دي، فعلم أن في نفسه شيء، لأنه لما قال لما ركب البساط، قام البساط ميل بشوية كده، قال له اعتدل يا بساط، قال أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله. يعني المسألة مش، وما دام أنت كده اعدل أنت نفسك يعني. الله يبقى رجع كذلك هنا، ما لا تغتر بأنك ملك ونبي الاثنين واخدهم، واخد سيرت سيطرة الملوك وسيطرة الايه؟ وسيطرة الرسل، وأول واحد ياخد الحكاية دي. كل الأنبياء كانوا أنبياء بس إلا مين؟ سليمان. ما مش لعله بس تصويب الله له في فتوى مع أبيه وبأنه أخذ ملكا ونبوة يكون دخلوا شيء، قال له لا ده أنا أوهب، أنا أسلب منك حاجة اللي تتعلق بذاتك مش الملك، لا إرادتك على جوارحك ما تنفذش، عايز تشيل إيدك ما تنشر، عايز تتحرك ما تتحركش، عايز تتكلم. قال فألقينا على كرسيه إيه؟ جسدا. ساعة ما تسمع كلمة جسد افهم أنه الهيكل المادي للإنسان بدون الروح التي تهبوه الحركة وتهبوه الحياة وتهبوه المتعة. ولذلك هناك إيه؟ واتخذ قوم موسى من بعده إيه؟ عجلا، عجل جسدا بس فيش فيه روح، له خوار يعني صوت زي خوار البقر. السمر لما عمله عمل له منافذ، هذه المنافذ زي الأوتار الصوتية بحيث لما الهواء يدخل من حتة ويجي يخرج يعمل حركة الايه. ولذلك يقول جسدا له خوار، أي صوت يطمع في أنه كذا وكذا. فكلمة جسد تفيد مادة لا روح فيها اللي هي ايه، فإذا سويته يبقى سواء عمل الهيكل الجرم بتاعه بتاع الآدم، وبعدين نفخت فيه من روحية اللي هتديله الحركة. ودي سليمان قلت له بقى ايه، انت خدت نبوة وخدت ايه ملك، لعل ذلك يعني وتصحيح الفتوى لك على أبيك يمكن دي تعمل فيك شيء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما مؤدبا مع الله ومع الخلق، فلما قال اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك، أول الواحد ما يسمع بيستغفره من العمل الذي أراد به وجهه، مين اللي يقول كده؟ قال لك لا كمل، اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك، يعني دخل علي شيء كده يعني. يبقى إذن برضو النبوة لها إيه؟ لها ابتلاء، والابتلاء ممن؟ من الذي خلقها. فالابتلاء يكون تصحيح لمسارة المبتلى، مش كره للمبتلى، ده تصحيح لمساره. يعني مثلا التلميذ الذي لم يذاكر وبعدين سقط، نقوم نقول له انت سقطت لانك ايه ما ذاكرش، فالامتحان جه ابتلاء لك عشان يبين خطأك في ايه، في انك لم تذاكر. فحاجة من اتنين، يتصحح انت الامور يتفضل سقط على طول، تصحح الامور تبتعد عما جعلك راسبا وجعلك تسقط تقوم تنجح ولا لا. يبقى استفاد من مين؟ من الابتلاء. كذلك سيدنا سليمان والقينا على كرسيه جسد، كلمه جسد بقى زي ما قلنا الماده قبل ان توجد فيها الروح اللي هي بتنشا من الحياه والعقل والاختيار والى اخره. فقال بعد ذلك لما اناب، قال له يا رب انت عملت فيا كده لانني يمكن اتغريت بانني ملك ونبي، ودي حاجه ما كانتش للرسول، انا عايز بعد ما ابتليتني بقى واختبرتني هب لي ملكا اكثر من الملك ده، لا ينبغي لاحد من بعدي، وجربني هتلاقيني ايه، هتلاقيني وفيت ولا اغترتش بالملك اللي اوسع من ده. ام قال فسخرنا له الريح، ادي اول ايه حاجه ما كانتش عنده في الملك، تجري بامره رخاء،
رخاء لينة ناعمة زي المطية اللي تمشي كده هادئة، ما تنطقش صاحبها ولا تجريش بيتوقعه، رخاء. إلا أن المفسرين قالوا كلمة رخاء هنا تتعارض مع قول الله برضو في سليمان: وسخرنا لسليمان الريح عاصفة. كلمة عاصفة ضد إيه؟ ضد رخاء. قال لك هي معه رخاء، إنما هي عاصفة بيروح اسمها دي كابل. الله، دي فسحة، فلما تمشي فسحة تبقى إيه؟ هينا. تمشي بيه في مهمة حمل أشياء تبقى إيه؟ تبقى عاصفة. فالجهة في الوصف إيه؟ جهة إيه؟ منفكة. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي رجع عن الجسدية إلى الروح أو أناب يعني عرف السبب، يعني مرة يمكن أناب في السبب أو أناب في المسبب الاثنين. قال رب اغفر لي، أي ما سبب أنك جعلتني جسدا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عايز ملك ما ينبغيش لحد، بقى واحد يطلب كده ملك ما ينبغيش لحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الشيطان عمل إيه؟ عرض لي وأنا في أصلي وأراد أن يشغلني عن الصلاة فأمسكت به وهممت أن أربطه بسارية المسجد حتى يتفرج عليه صبيان المدينة، ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فقلت أدبا مع سليمان ما نطلبش إيه؟ ما نطلبش دي. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أنت الوهاب، نعم وهاب، من ضمن ما تهب الملك. ولذلك احنا قلنا ما فيش حد بياخد الملك كده. ده الذي حج إبراهيم في ربه، الله قال حج إبراهيم في ربه إيه؟ أن آتاه الله الملك، مع أنه كافر، يبقى هو اللي بيقتل إيه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن إيه؟ ما حدش يفهم أنه خد الملك كده بشطرته، لأن الواخد بشطرته يبقى لما يجي ينزع منه يحوشه، هو ما يقدرش إيه؟ يحوشه. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح، أدي أول حاجة ما حصلتش، تجري بأمره رخاء يعني ناعمة لينة ما تتعبش راكبها، حيث أصاب حيث قصد الحتة اللي ريحها يبقى نعم. وبرضه سخرنا له إيه؟ الشياطين، كل بناء وإيه؟ وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. البناء هو الذي يذهب طاقته في اليابسة، والغواص هو الذي يكون عمله وطاقته في الإيه؟ في البحر. ده يبني بقى ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدورا راسيات، والتانية إيه؟ يغوصوا في البحر يجيبوا له الإيه؟ طب إيه الحكاية بتاعت دي؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، ودي ما يتناقضش، وسخرنا مع سليمان الريح عاصفة، لأن دي لها حال ودي لها أي حال، والشياطين كل بناء قلنا يعمر بابسة الأرض، وغواص يأخذ نفائس نفس البحر، وآخرين مقرنين في الأصفاد. الله، بقى فيه سايبين مش مربوطين بسلاسل صفد السلسلة يعني، إنما فيه ناس مربوطين بسلاسل. طب دول يبقوا مين يعني؟ أم قال لك الذي تأبى على منهج الله من الممكن أن يتأبى على الرسول، فعلشان ربنا بقى يمكنوا العصاة اللي هم تأبوا على الله يعمل إيه؟ يربطهم بسلاسل عشان لما يعزهم يروح شديدهم وإيه؟ وجاية. يبقى أكن الصالحون يخدمونه بإيه؟ بتوجيه الإيمان، إنما غير الصالحين يخدموا له بتوجيه الإيه؟ القهر. ديك الرهبة ودي الرهبة. فسخرنا له الريح، كلمة الريح قلنا أنها إذا أفردت في القرآن ك
كانت معناها العذاب، وإذا جمعت كان معناها الرحمة، وأرسلنا الرياح إيه؟ لواقح. لكن لما يجي يقول لك ريح صرصر عاتية، الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالإيه، فلما يجيب حاجة فيها إيه شر يجيب كلمة ريح، حاجة فيها خير يجيب إيه، وأرسلنا الرياح إيه لو تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ليه؟ أم قال لك لأن الريح ده هو عملية التوازن في المجتمع كله. أشد ما في الكون الجبال الرواسي. الجبال الرواسي دي لولا أن الريح يأتيها من كل جهة كانت تخرج. بدليل أنهم لما يحبوا دلوقتي يهدوا حاجة ولا عمارة يروح سحب الهواء من ناحية ويخلي الهواء التاني يجي يبقى ملوش سنادة من الناحية التانية، تقوم إيه؟ تروح واقعة. فكأن اللي عامل توازن في الجمادات كلها إيه؟ الريح، الريح من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، كل حد دي سدة. فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدمر الشيء يجيب الريح من ناحية واحدة، ساعة ما يجي الريح من ناحية واحدة والتانية خالية لازم إيه؟ لازم فكأن الله يقول الريح المفروض أنه يأتي في العذاب وفي النقمة، أنا سخرت له ما يعملش وياه العملية دي، إنما يعمل له أن ينقله إلى حيث أراد وحيث إيه؟ حيث أصاب. وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا، وهذا مناسب إنك أنت الوهاب، مش هو قال إنك أنت الوهاب؟ رد عليه وهذا إيه؟ عطاؤنا. ومدام أنا وهبت شيء أخليك تتصرف فيه، لأنني أمنتك على أن تتصرف فيما وهبتك، هذا عطاؤنا، فمن يعني أعطي أو أمسك، أنت حر، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. الله، إذن الله لم يجعل له طلاقة التصرف إلا أنه ضمن عدالة هذا التصرف منه، وكأنه لما قال له هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، اديني ملك أوسع وهتشوفني أنا هعمل إيه. ولذلك قالوا عنه أنه كان لا يأكل في حياته إلا خشكار الحب، اللي هو الرد أو الجوال اللي احنا بنسميه، يطحن الطحين يقوم ياخد الايه اللي احنا بنسميه السن ده، السن ده ياكل ده ويسيب للعبيد وللناس التانيين النقي بتاع ده، يعني صافي الايه، فكانه مش عايز النعمه دي الايه عشان يتباهى بها، بالعكس في ايده، ومع ذلك لا ياخذه الا اقلها. يبقى اذا مامون على الملك ولا مش مامون على الايه؟ وايضا لانه سيجابه قوه كانت اعظم القوى في القرن الذي عاش فيه، اللي هو قوة اليمن السعيد اللي هي بالقيس وعرشها ومش عارف ايه. اذا كان الله حينما يحكي عن عرشها يقول ولها ايه؟ ولها عرش عظيم، بيوصف العرش بتاعها بانه عظيم، من وصف مين؟ ده ربنا اجراها على لسان الايه؟ على لسان الحوت. وبعد ذلك هو هيصدمها، ولذلك هتيجي بقى قيمة الملك، قال لها فما اتاني الله ايه؟ خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. يبقى اذا ملكا لا ينبغي لاحد من بعد، عشان ما حدش اي مالك يقدر يعمل ايه؟ يقدر يقول نرشيه ولا نديله ولا نبعت له هديه. هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. ولذلك الذين يملكهم الله بعض مفاتيح الغيب لم يستغلوا معرفه غيب لصالح انفسهم، ويمكن يظهر إليه يظهر على لسانهم كلام يدل على إعجاز وعلى معجزة ولهم مجدرين به ولا نعرفهم. ليه؟ لأن سر الله الذي وهبه مش أعطاه لهم عشان يتعالوا به على الناس، ده عشان يزدادوا عبودية واستطراق في العبودية، يبقى ما يقولهاش أبدا ولا يجي. ولذلك كثير من الكرامات تحدث من الولي ولا يدري عنها إيه، ما يدرس عنها إيه حاجة. ولذلك قلنا زمان أن سيدنا عمر حينما جاء عام والغيث امتنع،
والزرع ما عادش لاقي شرب، فخرج يستسقي. حينما خرج يستسقي، الاستسقاء عايز نخرج العيال والصبيان والنسوان والحمير وكل المواشي، نخرج في الخلاء. يستشفع الإنسان المكرم بالحيوان الأدنى، نقول له يا رب إن كنا احنا عملنا ذنوب يعني منعت عنا الخير، طب عشان خاطر الايه الدواب والأطفال والستات دول مش عارف ايه رويني. فاستسقى عمر فلسه السماء ما امطرتش، وبينما هو قافل إذ وجد عبدا وقف بين الصخور وحده ورفع يده إلى السماء. قال عمر: فوالله ما وضع يديه حتى أمطرت السماء كأفواه القرب. فتعجب: أنا استسقيت والمطر تأخر، وده راجل واقف عند الصخرة عرف شكله. فذهب إلى النخاس اللي هو تاجر الرقيق وقال: اعرض علي عبيدك. فظن النخاس أن أمير المؤمنين يريد عبيدا، فعرض عليه من العبيد كل مفتول العضل والساق والساعد والفتوات، يعني ما هذا أريد ما هذا أريد. قال: يا أمير المؤمنين، لم يعد عندي إلا عبد هو كل على مولاه، أينما توجهه لا يأتي بخير. قال بان عجوز، قال له ابني. فلما جه بص له لقى هو اللي كان بيستسقي، قال له: أهذا أنت؟ فنظر إليه العبد ورفع بصره إلى السماء وقال: اللهم كما فضحتني بين خلقك فخذني غير مفتون. فمضى لحاله. أدي إيه اللي بتظهر له الولاية والكرامة ما يدرش به. ليه؟ أنا مش عايزه يعمل بها إيه، يكفيه ود الله له بها. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن. وزلفى يعني إيه؟ قربة يتقرب. وربنا اداله ملك لا ينبغي لأحد من بعد، وبيقول له اتصرف فيه زي ما أنت عايز. يبقى دي مسألة إيه؟ ده بقى مقرب، لأنه علم أنه لن يصرفه في طغيان ولا في جبروت ولا في إدلال على الناس، ولكنه سيضعه في موضعه الذي يريده الله، فأصبح مأمونا على عطاء الله. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، يعني لأنه ما نقدرش أقدم كشف أنت عملت دي ليه وعملت دي ليه، لا إلى حساب. وإن له عندنا لزلفى إلى قربة وحسن مآب أي حسن مرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه
أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير
قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وإن هذا لهو الفضل المبين. إن هذا لهو الفضل المبين. قول الحق وورث سليمان داود يدل على أن سليمان جاء بعد داود ولكنهما تعاصرا، يبقى ورثه في حمل النبوة بعده وإن كان قد اشترك معه. ولذلك يقص علينا القرآن في سورة أخرى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يبقى إذن سليمان كان مع داود في الحكومة وفي العلم، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى العلم منازل بدليل أنه قال في الآية ففهمناها سليمان، مع أن أبوه موجود وحكم، أبوه موجود وحكم. وورث سليمان داود، احنا قلنا أن الأنبياء كما قال رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، لأن الله يريد أن يجعل الرسول بعيد في رسالته وتبليغ عن الله من أي نفع يجيء لا لذريته. ولذلك حتى آل بيت رسول الله الفقراء من المؤمنين يأخذون زكاة المؤمنين، ولكن آل بيت رسول الله لا يأخذون زكاة المؤمنين، ما فيش حاجة أبدا. شوف نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وإن كان واحد من أمتنا عليه دين إحنا نتكفل به كمان. طيب وورث سليمان داود، ما دام نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يبقى ورثوا في إيه؟ في العلم بقى والحكمة وتسخير الأشياء لهم والحاجات دي كلها. وورث سليمان داود وقال، هو بقى ذكر من الأول قال، هنا بقول إيه؟ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. علمنا منطق الطير يعني معناها أننا ببشريتنا لو لم نعلم ما فهمناش منطق الطير، كسائركم أنتم ما تفهموش منطق الطير، ولكن الطير له منطق. علماء اللغة يقولون أن النطق خاص بالإنسان، وأما في الطير بحاجة يبقى اسمه صوت، وصوت يقولوه دي هرير القطة وده نباح الكلب وده خوار البقر، مش كده؟ نقيق الضفادع، وكل الحاجة كل حاجة لها ايه؟ لها تعبير. ولذلك ما تيجي تبص للقطة نونوتها حين تجوع غير نونوتها حين تخاف، يعني بتعبر. بس مين يفهمها؟ مين اللي يفهمها؟ ده احنا ونحن بشر لو لم نعلم لغة ما نعرفش نتكلم بيها. مش اللغة دي ضرورة اجتماعية ما دام ناس عايشين ويا بعض، لازم يتفهموا. ومعنى يتفهموا يعني ايه؟ نكون متفقين على ان اللفظ ده معناه كذا، بحيث اذا تكلم به انسان افهم، يبقى متفقين، اسمها تواضع. فاللغة ظاهرة اجتماعية عشان يتفهم الناس بها، انما تتكون ازاي؟ تتكون علشان نعرف نتكلم لغة. قال لك اللغة بنت الاستماع، تسمع لفظ تقدر تنطقه، تسمع لفظ وتقدر تنطقه، إما سمعتش لفظ ما تقدرش تنطقه ولو كان بالعربية. يجيب لك لفظ لغوي قوي كده ما تعرفش فيه، أما أقول لك أنا إنما الحيزبون والدردبيس والطقة والنقاع والعطلبيس، إيه فهمت أنت منه؟ يبقى حتى وإن كان لفظ له معنى إنما لازم السامع يكون عارف المعنى ده موضوع لإيه، عشان بحيث إذا نطقته يفهم، هو نطق عليه يفهم. يبقى لازم تواضع نتفق. طيب هنتفق وعرفنا بنتكلم، أنت بتتكلم عربي ليه؟ لأنك سمعت أبوك وأهلك بيتكلموا عربي. ما بتتكلمش إنجليزي ليه؟ ما سمعتوش.
لو خدنا ولد عربي وقعدناه عند الانجليز يتكلم عربي ولا انجليزي؟ يتكلم انجليزي. يبقى اللغه لا جنس ولا دم ولا ده، اللغه سماع، ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. وبعدين نتفاهم. اذا علمنا منطقه الطير فكان للطير منطق. ومش بس كلمه قالت كده، ياتي في القران يقول لك ايه ده الطير وغيره كمان. سمع سليمان النملة ففهم عنها وتبسم ضاحكا، وسمع من الهدهد وكلم الهدهد. الله، يبقى إذن هي اللغة إيه؟ مش إنني أفهم وأفهم، أديني فهمت كلام النملة وفهمت كلام الهدهد وكلمت الهدهد وقلت له روح اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يبقى معلمها ولا لأ؟ يبقى معلمها. سيدنا داود ده مش بس الطير ولا وسخرنا مع داود الجبال يسبح، يا سلام، والطير، يا جبال أوبي معه. الله، يعملوا يعني كرسي واحد كده هو والجبال، تبقى دليل على انه يعني جاب. الله، دي مسألة عظيمة دي. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أوتينا من كل شيء، ملك خد، هل خد، نبوة خد، طير خد، ريح سخر له، كل دي. وحشر لسليمان ايه جنوده من الجن والانس والطير، مش كده هيقولها الايه. اذا اوتينا من كل شيء. هناك احنا قلنا ان الهدهد قال على بالقيس بتاعت سبأ واوتيت من كل ايه شيء، هل هي دي زي دي؟ لا. ومن واوتيت من كل شيء مما يؤتاه البشر مثلها، انما احنا اوتينا كل شيء على الاطلاق كده، مش زي البشر ولا بتاع. علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء، ان هذا لهو الفضل. والفضل من مين؟ الفضل من الحق، وفضل مبين بين واضح محيط بكل شيء. عشان يستدل بقى على الكلام ده يقول ايه، وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. كلمه حشر قلنا ايه؟ وابعث في المدائن ايه عشرين. الحشر انك تجيب جماعه من اماكن متفرقه. وسمي حشر ليه؟ لانك لما تجيب جماعه من اماكن متفرقه لتجمعهم في مكان واحد، يبقى نعمل ايه بقى؟ جبنا ناس من اماكن متعدده علشان نقعدهم في القاهره، يبقى القاهره تضيق بهم ولا تتسع؟ تضيق، يبقى نحشرهم يا بعض بقى. يبقى ايه؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. اليوزع يعني يمنح. ولذلك هناك إيه؟ إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يمنع ناس. الناس مش خايفين من ربنا لأن المسألة بعيدة شوية، القيامة والعذاب، إنما السلطان دلوقتي ما عمل دلوقتي يضربه دلوقتي. الله، يبقى يوزعون يعني يمنعون. طب يمنعوا من ايه؟ ده هم محشورين يجوا، همنعهم ليه؟ قام قال لك ايه، لان افرض ان ده جه الاول والتاني جه، كلهم بده يسبق يروح لمين؟ عند سليمان. يوم يقول لهم لا، الموجودين الاول نردهم نمنعهم حتى ياتي المتاخر ويروحوا كلهم مره واحده، ويروحوا كلهم عشان ما فيش واحد يقول انا قابلت ده قبلني. لا، فهم يوزعون عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل توازن، توازن بين الرعيه كلها. ده يجي الاول يقول له لا استنى، يوزع يمنعه من انه يروح عند سليمان لحد ما ايه؟ ما الاخران يجوا يدخلوا كلهم ايه؟ سوا. ولذلك لما حدثونا عن صفاته صلى الله عليه وسلم كان يقول لك اذا جلس في مجلس توزعت نظراته وعينه على كل الجالسين. يعني بس حتى لا يعلم احد انه ينظر لاحد اكثر منه. الله، فيستغلها بقى يقول ده النبي كانت عينه مني. ولذلك كان اذا جلس يقول لك كان كل واحد بس قاعد للنبي مع النبي لوحده، انه ما فيش واحد يتميز عن ايه؟ عن عقلين. ولا يقرب منه الا اهل الفضل اللي يعرف ان تقريبهم تقريبه لهم ما يديهولش بسط سلطه على الناس،
انما واحد يابي كده يقول ده انا قاعد في الاول، ده انا قاعد في الاول، ده انا قاعد في الاولاد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها. حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل، إيه مين اللي أتوا؟ الجنود اللي قال على ده ما حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، ويجوا صف واحد كده. حتى إذا جاء الجماعة دول على وادي النمل، معنى وادي النمل يعني قرية النمل، وقوله حتى إذا أتوا على واد على يدل على أنهم جاءوا للوادي من أعلى الجبل، ولا أتوا على كذا زي ما تقول فلان أتى على الطعام كله، يعني إيه يعني أكلوا كله، يبقى أتوا على واد النمل يعني خلصوا الوادي قطع في آخر الوادي يعني، يبقى الاثنين إيه ينفع. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليه؟ أحسن يحطمكم سليمان وجنوده. دعوة كده حطمنا كده وهم لا يشعرون. شوف الاحتياط قد إيه. أولا قالت نملة، إذا فيه نملة موكلة بأنها ترقب الجو، واخدة إيه دورية بتاعتها، الدرك بتاعها مهمتها كده. المهم العبرة، حتى إذا أتوا على وادي النملة قالت نملة، ربنا سمى لغة قول قالت. طيب النملة اللي قالت الحقوا ادخلوا مساكنكم احسن، شافته فين؟ من امتى شافته؟ ان كانوا ساعة ما هو جوي، ما الاحتراز مش ممكن، ده لازم شافتها قبل ما يجوا الوادي، مش كده ولا ايه؟ قبل ما يجي على الوادي ما هتقول لهم ازاي استخبوا، يبقى قبل ما يجوا. طيب وايه كمان؟ وكلمة فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم يعني بدأ بالبسمة التي ستصل إلى الضحك. ليه؟ ده لازم سمعها وهم لسه ما جوش على الحتة اللي هم فيها، تبقى هي رأت قبل أن يوجد المرأة، وسمع قبل أن يوجد السمسم. بس قالت إيه دي؟ إيه؟ فتبسم ضاحكا إيه من قولها، ونطق ساعة هذه النعمة قال إيه؟ ربي امنعني أن أنسى هذه وأظل شاكرا حامدا لك، لأن دي نعمة فوق ما أنعمت على عامة الخلق، ونعمة أنعمت بها على أكثر من الأنبياء اللي سبقوني، ونعمة أنعمت عليها أكثر من الملوك، فهو أكثر من الملوك لأن خد من النبوة، وكمان في أزيد من النبوة لأن خد ملك، وان كان سيدنا رسول الله قال لا انا مش عايز ابقى مالك ولا بتاع، خلوني كده. الله، يبقى سمع قبل ان ايه؟ سمع ازاي؟ طيب الرحنة قال له، يجي بقى يقول لك باصل الرحنة قال له، انت بتجيبها لي تفسرها لي، بتفسرها لي كميكانيكي، مساله مش ميكانيكي، مساله عمل رب، الميكانيكا دي تفسرها انت. ايوه مساله عمل رب. نعم ما شاء الله. فتبسم ضاحكا ايه من قولها، ربنا يجزاك. لما ادخلوا مساكنكم اذا لهم مجال معيشه ومساكن، مجال المعيشه زي ما بنقول احنا بيلقط رزقهم من هنا ومن هنا. ادخلوا مساكنكم، الحطم هو التكسير، الحطم هو التكسير، يكسروكم. ولذلك هناك ايه؟ وما ادراك ما الحطمه، مش كده؟ طيب بتدعي دعوة كده احسن ايه؟ قال لك وهم لا يشعرون. يبقى سليمان بقى ضحك لأشياء كثيرة قوي. أولا أنه سمعها عن بعد، هذه واحدة، وهي عدلت وشافته وعرفت أنه سليمان، قالت سليمان قبل ما تشوفه، قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله، وإيه كمان العجيب؟ وعدالة حكمها، قالت هم سليمان مش متجبر ولا هو وجنوده، هم مش هيشوفوكم. الله، يبقى العدالة دي ولا مش العدالة؟ يبقى شهدت بحق، رأت عن بعد،
ونطقت عن حق وحكمت بعدل. ادي النملة، ادي النملة سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: إذن أي واحد يشوف نعمة تطرأ عليه لازم أول حاجة يقول الحمد لله. ولذلك احنا قلنا في قوله: ولا تسألن يومئذ عن النعيم، علشان ما تسألش عن أي نعمة ساعة ما تجيلك اشكر الله عليها، لأن النعمة التي يحمد الله عندها لا تسأل، تبقى حقها كده. هذا هو الحق، وحقها وإيه والشكر يسموه إيه. أنت عارف الفلاحين يقولك ده حطين بيضة في بتاع الفراخ بيسموها إيه؟ الرؤوبة، عشان تبقى الفرخة تعرف وتيجي تبيض هنا، لما تيجي تبيض تبيض في الحتة دي. طب كويس، الحتة دي بتحدد بيضها هي؟ لا، ده بتحدد عشان الناس اللي ياخدوه، وإلا ففي حتت كتيرة يدار البيض ويقعد لما يمشش ويتكسر لحدش يعرف. أهو الرؤوبة، أهو الشكر بقى لله، رؤوبة النعمة اللي تيجي، الرؤوبة دي. ولذلك يشرحها الحق في قوله: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الله أكبر يا مولانا، الله أكبر. يبقى إذن الحمد ده إيه؟ أهو ده الرؤوبة. فعايز ربنا يديك شكر، اديله شكر، اعرف حقك. ولذلك حتى في هذه يقول لك الحق سبحانه وتعالى: من علم علما ثم عمل به أورثه الله علم ما لم يعلم. ليه؟ قال لك لأنه ما دام عمل به يبقى مأمون على العلم، نقول له خد كمان، إنما اللي ما يعملش به يقفل بقى ويصد وتبقى مصيبته. ما شاء الله. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب. أو في واحد بقى ساعة ما يشوف نعمة كده وميزة ومش عارف إيه يركبه الإيه؟ الغرور، وينسى الحكاية دي، ينسى المنعم، يتخيل في النعمة وينسى المنعم. طب هو قارون مش كده؟ إن قارون كان من قوم موسى، مش قال أوتيته على علم؟ طب يا أخوان ما دام أوتيته على علم احفظه بقى أنت على علم، مش أنت قلت كده؟ أنت اللي قلت. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. لما يجي واحد يفسر النص كده على طول أوزعني، امنعني أن أشكر نعمتك، نقول له: لا، امنعني من الشاغل الغروري اللي يصفني عن نعمتك عشان أطل إيه؟ أتني شاكر نعمتك التي أنعمت علي. هذه خصوصية، وعلى والدي لأنه ورث منهم. طيب عاد، وأن أعمل صالحا، يبقى إيه ثمن النعمة؟ إن أنا أعمل إيه؟ أعمل صالح، أأدي خدمات صلاح بقى في المجتمع، عشان إيه؟ ربنا يعرف إن أنا مأمون على النعمة اللي إيه؟ اللي باخدها. يبقى لما يزودني عارف إن أنا بروح على فين. الله سبحانه وتعالى ما يجي يقول مثلا في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بقى ربنا واهب المال ويقول نستلف منه، إحنا عايز يحنن عبيده على خلقه، لأنه هو جابهم، هو اللي يرزقهم، هو اللي إيه؟ هو اللي يرزقه. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا إن لما تيجي نعمة لازم نوسع رقعة المعروف، وأن أعمل صالحا إيه؟ ترضاه. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله، أولا أدخلني برحمتك، أكن الرحمة والفضل هم دول اللي احنا نفرح بهم عشان هم دول اللي حيدخلونا. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك تيجي الآية الثانية بتشرح دي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تفرح بالعمل، لا، افرح بالإيه؟ بفضل الله ورحمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك. لن أتكل يا رب على عملي، بل فضلك ورحمتك هي المتكل. ليه؟ لأن أنا لو شفت العبادة اللي أنت كلفتني به، خمس فروض في اليوم، صيام شهر في السنة، زكاة كل ما يجيني حول، حج
مرة واحدة في العمر، مش اللي انت كلفتني به الاقي النعم اللي انت اديتها لي قبل التكليف ده، انا قعدت بغير تكليف 15 سنة وامرح في نعمك ولا مش مسؤول عن حاجة. يبقى لو كان العمل بتاعي بس عشان يؤدي ديا، يبقى الجنة دي تبقى بقى زيادة من عمل. ولذلك يقول لك ازاي ربنا يمنع الناس يتعاملوا بالربا وهو بيعاملنا بالربا الحسنة بعشر امثال ايه الله. تبقى ايه قال لك ايه؟ علشان يبقى الزيادة منه هو مش من مساوي، ده الزيادة من رب العبيد الله. ولذلك هناك يقول لك ايه، اللي بيشكر في الواقع بيشكر ربنا، انما اللي بيشكر لنفسه لانه هو ايه هياخد الله. ولذلك ربنا من اسمائه الشكور. ازاي؟ يقول لك ساعة ما تيجي لك نعمة تقول الحمد لله، يقول شكرني عبدي اشكره بالزيادة. ربنا بيشكر، ربنا يشكر كمان. وادخلني برحمتك. ادخله فين؟ في عبادك الصالحين. يعني زي ما تقول يقول لك عبادك الصالحين دول كتير، زقني كده في وسطهم. فكأنه مش عامل له تصدر وانه عامل له مش عارف يا ايه التواضع العظيم دي. طب ده انت عملت كده وعملت كده وربنا اداك كده وده، لم يورثه شيء من هذا غرورا. الملك اللي قال عليه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده ما استفادش منه حاجه. وبيقول لك زقني في شويه صالحين، زي ما انت تقول لواحد يا شيخ زقني، فيقول لك اذا اكتفت العربيه يقول لك زقني يا شيخ وصفني. يعني ماليش، انت ماليش كرسي اقعد عليه، لا ادخلني فيه مش معه. ده معه يبقى ثواب. قال لك لا ادخلني برحمتك في عبادك زقني كده زق فيه. ده معناه ايه التواضع ده بعد العمليه دي كلها؟ يجي التواضع يقول لك ايه وليه؟ شوف اللي خد ملك لا ينبغي لاحد من بعده كيف كان يعايش عبيده وجنوده والاتباع. لما يطحنوا الدقيق الحب يبقى له ايه الرضه اللي احنا بنقول عليها دي. هو ياكل خبزه ويدي النقي من الدقيق للبائس، يبقى كان الملك ده ما عملش بيه له حاجه. ولذلك تجد ان هو لما جيت ما عملش بايده لنفسه حاجه، كل اللي جاله عملوا له ربنا لانه كان في عون عباده. يبقى ربنا في ايه؟ في عون. لان انت لما تكون في عون اخيك العبد تعينه بقدرتك المحدوده، لكن ربنا يعينك انت بقدرته اللا محدوده. يبقى منقول لك اسباب، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حته ثانيه، وتفقد الطير. الماده بتاعت فقد الفه والقاف والدال وكل ما يشتق منها، اما ان تكون فقد يعني ايه ضاع منه الشيء، فقدت الشيء يعني ضاع مني. تفقدته هو ما ضاعش، بس انا ايه ببحث عنه في مظنه، ببص اشوفه راح فين. يبقى التفقد معناه ايه؟ بحث عن شيء. انما انت عارف ان الشيء موجود بس مش طب كلمه تفقد الطير. فقال ما لي ارى الهدى. هناك الحق سبحانه وتعالى يحكي لنا عن اخوات يوسف ايه لما قالوا ايتها العير لكم لسارقون، سالوا كده قال لهم سارقين ايه اللي انتم تفقدوه صواع الملك وتدوروا عليه؟ قال لك صواع الملك. ماذا تفقدون؟ وهم بيدوروا عليه صواع الملك ده. تفقد الطير ده يدل على ان الرئيس او المهيمن على شيء لا بد له من المتابعه. فساعه ما قعد في مجلس القضاء او مجلس العلم او اي مجلس كان عامل له مثلا مده محدوده يجلس فيها الجلسه دي، وبعدين بص كده عمال بيتفقد زي ما احنا نسميه استعراض. لما يجي يستعرض ويلاقي واحد زراب مقطع كده يروح فده منه مش عارف ايه، يدل على المتابعه دي ولا لا؟ مش معنى ان مسخر سايبها كده. طب وتفقده ليه؟ طب قال لك كان محتاجا له، علشان قال لك انه كان عايز يوم برحله في الصحراء والهدهد خبير في منابع المياه في الارض. يقول لك يرى الماء كده في الايه؟ في الارض.
كما يرى أحدكم الزيت في وعائه. ولذلك ربنا عامل له كمان منقار طويل، لأنه ميزته إنه ما يكونش على سطح الأرض أبدا، يأكل لازم من إيه. ولذلك لما حيجي يتكلم يقول الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، رزقه من هنا، رزقه من هنا. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. ساعة يستفهم واحد عن شيء جوابه عند نفسه ما يبقاش استفهام، ده بقول ما لي من شايف الهدهد، كأنه قد استبعد أولا إن حد يتخلف. يبقى أنا من شايف الهدهد لعلة عندني، وبعدين بقى كده لقى الفجوة بتاعت الهدهد قال لا ده أنا بقول ده أنا ما شفتش، لا ما لي لا أرى الهدهد، لا لا ده هو إيه زي الفجوة بتاعته. يبقى إذن هو استفهم أولا فقال ما لي، أنا جرالي إيه من شايف الهدهد ليه، كأنه مستبعد إن الهدهد يكون إيه غايب. أدي واحدة. فلما قال كده بص ودقق لقى الفجوة بتاعته قل، قال لا بل كان من الغائبين، لم كان من الغائبين. وما لم كان من الغائبين لازم بقى الجزاء، لأن أي مخالفة لا تقابل بجزاء تثمر مخالفات متعددة. ساعة ما نشوف واحد موظف كده وعمل حاجة ولا حسبوش يحصل ايه، التاني يبقى زيه والتالت يبقى زيه بمسألة استشهد. انما لو واحد او باول عقوبة ضرب على هذه انتهت المسألة خلاص كده. وما دام كان من الغائبين يجيب ازاي بدون اذن، راح فين ده؟ لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين. هو جبروت قال لك زي ما احنا نقول الغايب حجته معانا، استنى نشوف هيعمل ايه. انما راح بدون اذن ولا لا، برضو يدل على ان المرؤوس ان راى خيرا يخدم فكره رئيسه ويخدم الفكر العام وفرصتها ضيقه ما يستناش لما ياخد امر يعملها وبعدين يبقى يروح يقول ما شاء الله يا مولانا، يعملها وبعدين يروح ايه يقول له لأعذبنه عذابا شديدا. طبعا لأعذبنه عذابا شديدا، العلماء قاعدوا يبحثوا في ايه العذاب ده. فقال لك قال ان الهدهد يعني انزحت على بقية الطيور ان شكله جميل قوي، الوانه وتخطيطه مش عارف ايه وعرفه شيء حلو كده وزي التاج وزي المطلع. قال الحكاية اللي هو عامل بها يعني كده دي انا انتف ريش، انتف ريش وارميه كده يسلط عليه النمل والمش عارف الايه، وما يبقاش مش بقى لح يسلط عليه النمل. ادي واحد هو عذبناه عذابا شديدا. قال لك لا داني ارميه مع غير بني جنسه وما دام يبقى مع غير بني جنسه ما فيش حد له الف في حركته ولا نظامه ولا هيتعامل معاهم ازاي ومش عارف. طب او ايه كمان يعني يعمل فيه كمان ايه؟ طب قال لك ان انا اخليه يخدم اقرانه، الهداهد التانيه اللي ما دخلوش في العمليه دي، الهدهد ده يروح ايه؟ شوف بقى لما يخدمهم هو وهدهد زيهم وبتاعهم. نعم. او اجمعه مع اضداده، لان في بعض الطيور يبقوا اضداد لبعض ساعه ما يشوفوا بعض يهربشوا ببعض. قام قال لك واضيق من السجن عشبته الاضداد، أضيق من السجن إيه؟ عشرة الإيه؟ الأضداد. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، ما عادش كتير، فقال فمكث غير بعيد فقال بتقال ليه على طول كده بالفي والفي دي عايزة تعقيب. ايوه لحق قبل ما ينهره. أحط بما لم تحط به بقى سليمان اللي واخد الدنيا دي كلها وبتاع الهدي يدخل كده ولا كلمة معناها كده أنا أحط بما لم تحط به. ساعة ما يسمع أحط بما لم تحط به يقول إيه ده عنده بقى عنده لا يبقى الشوال، لأنه زي يجرؤ على إنه يقوله لسليمان
ما هو بقى دخل وسليمان متحفز ومش عارف ايه، يقوم هو يسرع يجيب الفيه بالتخطيط على طول، نكس غير بعيد فقع على احد احط بما لم تحط به لحم الدنيا. ايه اللي قال ايه؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه النبأ اليقين؟ اولا نقف عند كلمة سبأ بنبأ، تعبير قرآن، انما تعبير جميل، يسموه في اللغة محسن من محسنات البديع اسمه الجناس. الجناس ده انك تجيب لفظ وتجيب لفظ تاني زيه تمام، بس ده له معنى وده له معنى، يبقى اللفظ واحد انما ايه له معنى مختلف. زي مثلا ما يقول ايه، رحلت عن الديار لكم اسير، اسير يعني امشي، وقلبي في محبتها اسير، مش هي دي كده؟ دي اسير ودي اسير، انما دي لها معنى وده ايه. فمكث غير بعيد فقال احط. ما هي الاحاطه؟ الاحاطه هي ادراك المعلوم من كل جوانبه حتى احنا في البحار، اهو مثلا البحر المتوسط نسميه بحر ما سميناش محيط، البحر الاسود البحر الميت مثلا، لكن المحيطات التانية الواسعة اللي عمالة تحط اسمها ايه؟ اسمها محيط. وبعدين يجي ربنا يقول لك والله بكل شيء محيط، ياخدها الناس يجوا في البساتين يسموها الحيطان، كانت له حائط يعني بستان، لانه كانوا يحددوا البساتين بالايه؟ بالحيط كده علشان ما حدش لا يجور على ده ولا ايه؟ ولا يجور على ده، ويقول لك فلان يحتاط لكذا، يعني يجيب المسألة من كل جوانبها ولا احتياط. نعم. أحط بما لم تحط به. وعندنا حتى في الهندسة يقول لك المركز والدائرة والمحيط. شوف المحيط دي أو المركز هو ده المحيط بتاع الدائرة، هو يحيط بالمركز إحاطة مستوية من كل نقطة بأنصاف الأقطار، نصف قطر هنا ونصف قطر هنا. وإحاطة تمة ولا مش تمة؟ إحاطة تمة. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. طب بالله دي النقص في سليمان؟ ما يعرفها شيء؟ أم قال لك لا، هذا تكريم لسليمان، لأن جايب له ناس يخدموه في كل إيه؟ ناحية. وفرق بين أن تفعل أنت الشيء لذاتك وبين أن يفعل لك. يبقى معنى يفعل لك ده يبقى سيادة تانية، يبقى ايه؟ سيادة تانية. وعلشان يفهمنا ان الحق سبحانه وتعالى اننا لا نكتم مواهب التابعين، ندي للتابعين ايه؟ مجال ينفسوا فيه عن مواهب، اللي عنده حاجة يقولها ولا ما عرفهاش يقولها، لان دي خدمة لي. ولذلك حتيجي برضو قال الذي عنده علم من الكتاب. الله. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طيب سبأ لازم تكون معروفة، ما قالوش ايه سبأ دي، يبقى لازم كان عارف ان في سبأ وعارف ان فيها برضو ملك، انما ما يعرفش انه الفخامة دي بالشكل ده. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ايه هو بقى؟ شر اني وجدت امرأة تملكهم، يعني تحكمهم امرأة، زي مثلا بتاعت وزيرة بريطانيا دي تاتشر اللي قعدت كده برضه ورجالة قاعدين ومش عارف، ما منعش ان يكون امرأة لها مواهب ست. خلاص. اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء. اوتيت من كل شيء مش زي ما انت قلت اوتينا من كل شيء، انت اوتيت حاجة تانية وهي اوتيت من كل شيء بالنسبة لأقرانها. ولها عرش عظيم. العرش هو مكان جلوس الملك، وكان عادة يتمشى مع عظمة الملك، ودي احنا بنشوفها في بلادنا. يعني مثلا لما يكون بلدنا فيها شيخ غفر يبقى عالم الايه؟ دكة خشب يقعدوا عليه. خلاص. شيخ البلد يعملها برضو دكة كده انما يفرشها بحاجة
العمده يجيب كنبه اسطنبول اللي ويقعد عليه، التاني بقى يجيب كراسي مش عارف من عندي مين وعندي مين. الله، يبقى العرش ده اللي هو ايه؟ الجلسه المتمكن اللي بيدبر الامور. كله يبقى عظيم دليل على ان الايه؟ المملكه فيها ايه عظيم. طيب، طب ازاي يوصف الهدهد العرش بانه عظيم؟ مع ان يوصف عرش ربنا بالايه؟ العرش العظيم. بالعرش الايه؟ هذا عظيم بالنسبه للملوك، انما عظيم عرش الله عظيم بالنسبه لكل الخلق. الله نعم على الاطلاق. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وبعدين دي ما يتعلق بالملك، ما هو سليمان ملك ونبي، فجاب له حته من بتاعته، هيجيب الحته الثانيه بقى النبوه بقى اللي يغار عليها النبوه بقى. اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. شوف بقى، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله، اكن الهدهد عارف قضيه العقيده وقضيه الايمان وان الخلق ما يجيبش انها تعبد الا ربنا. الهدهد عارف الحكايه دي، وبعدين يقول انا وجدتها تعبد الشمس. ليه ما بيعبدوش اللي بيخرج الخلق من سماء الارض؟ ليه ما بيعبدوش المنعم عليهم بكل نعم؟ الله، يبقى عارف قضيه ولا يعرف ايه قضيه. يبقى اذا هنا نعلم سر الحق في قوله وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الله اكبر، الله اكبر، ما شاء الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان. الله عارف الحكايه كلها، عارف من المعبود بحق ومن اللي بيزين للمعاصي، عارف القضيه كلها. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم. وبعدين بقى اللي حدث بنفسه انهم بيسجدوا للشمس، الا يسجدوا بيسجدوش لربنا؟ يا سلام. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. لان اصلي الانسان بيعوز اشياء كثيره قوي، مقوم حياه، مقوم الحياه الاساسي النبات اللي بينبت من الارض، لانه هو اللي هيغذي الحيوان اللي هياكل لحم وكل حاجه. وده عايز ايه؟ عايز مطر من السماء ونبت يطلع من الارض. هذا الخبء في السماء المطر، والخبء في الارض النبات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله، الا مكونه من كلمتين اثنين، ان ولا. ولما بيجي الحرف بقى النين واللام بينعم لهم حاجه واحده، النين تتقلب لام وندغمهم في بعض. يبقى ايه؟ يبقى الا معناها ايه؟ ان لا. طيب، وزين لهم الشيطان ايه؟ اعمالهم. ليه؟ لئلا يسجدوا. عندنا لما يجي حاجه فيها حرف جر، ان كان الامر معروف نحذف حرف الجر. عجبت ان يقدم فلان علينا، عجبت من ان يقدم فلان علينا. فما دام المعنى يتضح يحذف الجر، يبقى فهم لا يهتدون. زين لهم الشيطان اعمالهم عشان ايه؟ لأن لا يسجدوا لله. فحذفنا حرف الجر خلاص، وادغمنا النون في اللام فبقت لام ايه؟ مشدده. في بقى قراءه ثانيه، الا يسجدوا، يعني ما كانش صح يسجدوا. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. اشمعنى الخبأ في السماوات والارض؟ قال لك لان مقومات الحياه كما قلنا النبات الاساس. النبات يجي منين؟ من مطر، وهي تجيب ميه وارض فيها ماده في خصوبه، يوم يطلع المطر يبقى الحاجه اللي بيها قوام حياتكم. طب وايه اللي عرفوا بقى انه يعني هو
اللمحه اللي راح اليه شافه مش قدر الشمس ايه ازاي بقى؟ اما قال لك ايه وهو بقى لما طاف كده لقى قوه في المكان اللي بتقعد فيه بالقيس. القوه ده هي ساعه ما تطلع الشمس تيجي بقى. احنا نشوف عاملين معبد في الصعيد وعاملين فيه طيران كل يوم تطلع الشمس من طاقه ما تطلعش من الثانيه. فالطاقه دي معموله بشكل لساعه الشمس ما تطلع تضرب في البتاعة دي تقوم تتنبه لها تقوم هي تستقبلها وإيه وتسكت. ولذلك لما حييج بقى انه يروح يلقي الكتاب عمل ايه؟ راح عند الطاقة وسدها بجناحها. فلما سدها بجناحه هي قاعدة تنتظر لها معاد كده الدنيا عينيته لسه الشمس ما طلعتش ولا ايه؟ قامت راحت على الطاقة أم هو سايب الطاقة. فراح رامل إيه؟ راح رامل الكتاب فيه. يبقى التجربة الأولانية نفعته في التجربة الإيه؟ التجربة الثانية. ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ذيك ولها عرش عظيم انما ايه اذا اطلق بقى ده هذا العرش اللي هو العرش. قال سننظر. النظر محل العين. وهل الصدق والكذب يبان بالعين؟ قال لك لا. ده انتقلت كلمة النظر دي من العين الى كلمة العلم بالحجة. ولذلك يقول لك نظر. المسألة دي فيها ايه؟ فيها نظر. يعني ما تمرش كده. عايزين نقعد بقى كده. قال سننظر. أصدقت؟ المقابل لصدقت كذبت. كان يقول ايه؟ أصدقت أم كذبت؟ شوف برضو لطف السيد بالرعية. ما قالوش أصدقت وكذبت أم كنت من الكاذبين؟ يعني ان كنت تكذب برضه ما انتش فز في الحكايه دي. الناس كتير بتكذب ولا يمكن من الكاذبين ميلا لهم او قريبهم ما جابهوش بايه في الصدق مما يدل على ان الهاماته كنبي عارف انه هو صادق. انما اصل ما دام هننظر يعني انا مش هجامل جندي من جنودي انا هنشوف بقى. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا. الله. يبقى اذا سليمان فكر وقال نكتب لها كتاب ونبعته مع الهدهد. بقى هو في الحوار كده سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين كده على طول. ام قال لك طب النظر هو ايه؟ نتبين بقى ونبعته المشوار نقول طب ودي لنا الكتاب ده ننظر نشوف هيعملوا ايه. عشان اذهب بكتابها. هو الكتاب كان جاهز. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. فكتب كتابا فيه ما ياتي دي كذا وكذا. وبعدين قال له ايه؟ اذهب بكتابها. ولكن القران مبني على الايجاز. الشيء اللي ينعرف ما يتكلمش فيه بدليل انه هيقول ايه؟ اذهب بكتابي هذا. يبقى في فترة كتب سليمان الايه الكتاب ويختمه مش عارف ايه فألقيه اليه ثم تولى عنهم. فانظر ماذا تولى عنهم يعني ايه؟ ابعد عنهم شوية واستنى كده شوف هيعمل ماذا. يرجعون هيتراجعوا مع بعض. افلا يرون الا يرجعوا اليهم ايه قولة مش كده. يبقى المراجعة يعني ايه؟ ساعة ما يروح الكتاب هيتكلموا يقولوا ايه هي هتقول ايه وهم هيقولوا ايه وبعد كده خلوهم ما يشوفوكش وتعبنا دول. طب هو لسه بيكلمه يبقى معناها انه ايه؟ فاخذ الهدهد الكتاب وطار الى سبأ وراى على بلقيس وادالها الكتاب. فلما قراته قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. ما جابش الكلام ده كله لكن المعنى
انه ما دام اذهب بكتابي هذا فالقيه اليهم، يبقى مما يدل على ان اوامر سليمان اوامر محطوطه بالتنفيذ العادل. ولذلك لحم الجواب بتاع قالت به، ما قالش بقى فذهب الهدهد ومش عارف وانتقل الامر وراح وعمل، بمجرد ما قال له اذهب بكتابي هذا فالقيه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، كان المساله خدت ايه سرعه لذلك انه جاب الكلام بتاعها ايه. قالت يا ايها الملأ، والملأ هم اعيان القوم واشرفهم والمستشارين، اني القي الي كتاب كريم. ايه كتاب كريم؟ ايش عرفنا؟ كنت تسمع عن سليمان ولا كتاب كريم؟ لانه مكتوب بايه؟ على ورق بقى راقي وبخط جميل قوي ومنبور بختم كده مش عارف ايه، يعني دليل على انها المساله ايه؟ قالت ده كتاب مهم من إيه؟ وبعد ذلك قالت انه اي الكتاب من سليمان. اكن ديا شرح لكلمه القي الي كتاب ايه؟ انه من سليمان، يبقى لازم عارف حكايه سليمان وعارف ان جه نبي وعارف ان كذا وعارف كذا. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. شوف الإيجاز قد إيه، إنه من سليمان ده جاي من إيه، ونص الكتاب إيه، وإن الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم إنه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلمة كلام إيجاز برقية مش بقى عريضة، لا هي كده ألا تعلوا علي. تعلوا يعني تترسوا تعملوا لكم ملوك وتزهم انها لا عرش عظيم وانها اوتيت من كل شيء، وبعد ذلك لما يجي حد عشان يخبرها مش عارف ليه مش عايزين انتظى بيه، كلمه موجزه كده. انت عارف ساعه ما اقول لك هي كلمه يعني مش هنلوك كتير، ومره ثانيه يقول لك هي كلمه ورد غطاها يعني ما فيش الله، تبقى معناها الا تعلوا علي واتوني مسلمين خلاص. قالت يا ايها الملأ، بقى الاول جابت الملأ، ولما جابت الملأ قالت لهم ان جاينا الكتاب من سليمان ونصه هذا، وبعدين نتفاهم احنا بقى في الكتاب هنعمل ايه. يا ايها الملأ افتوني، احنا قلنا افتوني من افتى زي اغناه وغني، غني بذاته واغناه غيره، افتوني يعني ادوني قوه في الحكم اللي تصدروه. افتوني في امري، وامرها ولا امر الكل؟ ده بقول الا تعلوا علي واتوني، ويبقى امرها هي ولا امر الدوله كلها؟ ام قال لك لان قبل ما يخدش الدوله دي تبعيه يعني يخدشناني. واتوني هل افتوني في امري ما كنت قاطعة أمرا يعني لا أبت في أمر حتى تشهدون يعني تحضرون عندي. دي برضو إدت إنها رغم إن لها سيطرة ورغم إن لها هيمنة ورغم إن لها كذا وكذا، برضو عملت إيه؟ مشورة للملأ تسمع منهم. فالملأ لما سمعوا منها هذا الكلام قالوا لها إيه؟ قالوا الرد بتاعهم بقى نحن أولو قوة يعني أصحاب قوة يعني أجسامنا قوية وعندنا شجاعة وعندنا بأس وعندنا عدد كبير جيوش كتير وعندنا عدد وآلاف، دي مظهر قوة. يعني إن كنت عايزة تدخلي معها في حرب إحنا جاهزين، نحن إيه؟ أولو قوة أولو بأس شديد. الله، وعندنا العدد وعندنا كلمه بقى طويل، القران بيعمل برقيات. نحن اولو قوه واولو باس شديد، والباس ده يجي من كثره العدد والباس يجي من كثره الايه العدد، يبقى دي قوه حرب. ولا والامر اليك، احنا ما بنقولش اننا عندنا حرب يعني نروح حاربين، لا احنا بنقول لك على ان عندنا كذا، وده مش راينا بقى لان دي راي سياسي مش راي حربي. الحربي
يستقبل الرأي من الرئيس اللي درسها سياسيا. يبقى الرأي السياسي هو اللي يوجه مين؟ يوجه الرأي الحربي. مش الرأي الحربي يبقى ما لناش دعوه بالحكايه دي. المسألة عندك انت ما تجيبلهاش عندنا. احنا جاهزين عندنا قوتنا، ولكن ان اردت الحرب اهي القوة اهي، والامر اليك ان اردت السلم والامر اليك. يعني قولي فانظري ماذا تأمرين. قالت هتقول رأيها بقى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. ليه؟ لأن اللي جاي عايز ياخد ملك، عايز ياخد المالكين وينهب كل اللي عندهم. ليه؟ أم قال لك لأنه ساعة ما يوصل هناك مش ضامن انه ينتصر، يوم يخرب الاول ولا يحافظ لما يعرف ان الامور ايه استقرت. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. ده صحيح. ولذلك اي حكم يجي بعد حكم يشوف اللي كانوا السادة الاولين، لان هم دول اللي يبقوا من غصيب، يبقى عندهم لذة، يبقى عندهم خصومة، هم دول اللي وجعلوا عزة اهلها اذلة. طيب وكذلك يفعلون. الله، هي قالت رأيها، لكن قالوا أن الله أيدها في هذا. وصحيح هم كده وكذلك إيه؟ بعضهم قال إن ده من كلام مين؟ من كلام بلقيس. وكذلك يفعلون كذلك إيه؟ طب ما هي قالت إنهم دخلوا قرارات الأسواق، ما تجيش كاف التشبيه ولا أي حاجة. فكأن الحق قال وكذلك، يعني هي صادقة في هذا، مما يدل على أن الحق سبحانه وتعالى رب الخلق أجمعين إذا سمع من عبد من عبيده كلمة حق يأيده فيه. مش معنى تعصب ضده يعني كده، لا، كلمة حق إيه يأيده فيه. وكذلك يفعلون. مدام قالوا للأمر إليك وهي قالت رأيها، يبقى الحل إيه؟ ابتدأ بقى عقلها وفطنتها اشتغل. قالت إن كان ملك هيسمع في خيرنا، وان كان نبي مش هيقبه بهذا الخير، فانا هبعت له هديه، بس الهديه دي بقى تناسب بلقيس ولا تناسبه؟ الاثنين زي بعض تناسبه، لانه ملك بقى ومش عارف ايه وبتاع، لازم هديه بقى يعني تلويه او تلوحه زي ما بيقولوا، تبقى هديه بقى يعني هديه. وعلشان تثبت لهم انها على ايه؟ جانب كبير من الثراء ومن الغنى ومش عارف ايه. قالت له انا هبعت الهديه، فان كان من اهل الملك والدنيا هيقبل الهديه، نبقى نعرف ان هو بقى ايه؟ عايز له شويه خراج وشويه مش عارف ايه والكلام ده، وان كان يرده يبقى مش سكته الكلام ده بقى. واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. اشوفهم هيقابلهم ازاي ويقول لهم ايه والمساله تنتهي ايه. يبقى ده راي جميل ولا مش راي جميل؟ يبقى كونهم يقولوا والامر اليك يبقى دليل على ان كانت فيها خصافه وفيها ايه وفيها ذكاء. واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون، اي بالهديه. فلما جاء سليمان، الرسول بقى اللي رايح بالهدية، قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاه. اتحسنت، انتوا هتمدوني بمال؟ ده أنا عندي ملك لا ينبغي لا أعد من بعد. وبعد ذلك يدي حتة تانية يقول ايه؟ بل أنتم بهديتكم تفرحون. هديتكم هدية مضافة له، الهدية بتاعتكم. الهدية إما أن تكون لي وإما أن تكون لإضافة دايما، يعني بمعنى اللام قلم زيد، يبقى إيه؟ الإضافة هنا بمعنى إيه؟ اللام قلم لزيد، أردب قمح أردب من، يبقى الإضافة تأتي بإيه؟ يبقى معنى اللام
أو من، وتأتي بمعنى فيه مكر الليل يعني مكر في الليل. الله، طب الهدي هديتكم هدية لكم ولا هدية منكم؟ عايز نختم على الاثنين. إن أريناها على أنها هدية منكم لي، أنتوا تفرحوا بأنكم قدمتوا لي هدية حلوة كده وعايزين تلوحوني به، ولا هدية لكم؟ ده أنتوا لما يجي لكم الهدية تفرحوا. ما شاء الله يا مولانا، ربنا يكرمك. وأنا رددته هترجع لكم، أنتوا هتفرحوا اللي رجعت كمان. يا طب شوف ثلاث معاش. نعم. ارجع إليهم، مش هو قالت فناظرة بما يرجعوا يوصل؟ ده هي قالت كده أكيد، يعني عارف النص الكلمة يعني، هي مش ناظرة بما يرجع، ارجع يا سيدي، كأنه برضه عنده ايه إشراقيات النبوة. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. مسألة بقى تدخل فيه، احنا كلامنا نبوة مش ملك. ولنخرجنهم منها أزلة، مش هي قالت كده؟ وبيكشف عليهم، مش قالت إيه ان الملوك اذا دخلوا قناة الايه وجعلوا أعزة اهلها أزلة؟ قلت الناس ارجع من فناظرتهم بما يرجع المرسلون، وأزلة وأعزة هم عيلة كده، كأنه عنده اشراقات ايه اشراقات نبوة. ما شاء الله. نعم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. كلمة واحد يقول لك لا قبل لي بهذا الشيء، قبل يعني مقابل، لا أستطيع مقابلة هذا الأمر، لا أستطيع مقابلة هذا الإيه، يعني أنا أضعف من أن أقابل هذا الأمر. ولنخرجنهم منها أذلة، وهيسلب بقى ملك وبتاع، وبعدين يزودها. طب ذليل وهم ايه؟ وهم صاغرون. لنخرجنهم من الملك أزلة، لأنه كانوا ملوك وبقوش ملوك. ما يمكن يعيشوا رعية يا سيدي، يقبلوا انهم يعيشوا رعية ما يبقوا الصاغرين؟ أم قال لك لو صاغرون يبقى بالأسر والقتل. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها؟ الملأ يوم الجماعة اللي قاعدين وياه، أيكم يأتيني بعرشها؟ شوف بقى كمان، شوف بقى برضو إشراقات النبوة. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ كأنه بقى عنده إشراقات إنهم بقى ساعة ما رجعت الهدية وعرفت إنه مش عارف، قالت لا ده حدا إحنا نروح له بقى. الله، ما دام قال قبل ان ياتوني مسلمين يبقى عارف انهم ايه؟ انهم جايين. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ ياتوني مسلمين يبقى هو عارف انهم جايين، يبقى عارف اللي يقوم بقى يجيب العرش لسه هيقوم من هنا ويروح لسبأ ويحل العرش ويجي ونركب العرش وهم جايين في السكة. طب ازاي المدة دي تتحمل؟ فلم يتكلم انسي عادي، مش في طاعته، ما يعملش، لانه انا عايز يجيبوا العرش قبل ان ايه يأتوني المسلمين، يبقى معنى العرش هيجي سليم وينفك من هناك وهم جايين وانت لسه هتروح وتحل العرش وتجيبه وتركبه قبل ما يجيبه. يبقى ده عايز ايه بقى؟ عايز زمن واسع. فلم يتكلم الانس العادي، مش شغلته، سكت. ولم يتكلم الجن العادي، بل قال عفريت من الجن. ما هو الجن برضو زينا فيهم لبقة وفيهم عفريت. فالانس الانسان العادي ما اتكلمش، والجن العادي ما اتكلمش، لان المساله عايزه بقى عايزه معلم كبير. قال عفريت من الجن، وعفريت دي فيها تعفير التراب. كان زمان
لما يعملوا مسابقة عدو وجري أو لخيل أو أي حاجة، يقوموا يطلعوا في المضمار، يقوم اللي يمشي الأول بخطوتين يصير الغبار والعسير على اللي وراه فيلخموا عطلوا، يقوم هما يبقى إيه، فيقال عفريت أي عفر من وراءه، عفر إيه من وراءه، أو إن هو لما يجي واحد يعرضه كده روح جايب طلاب أنا عفره بالطلاب، يبقى جن خبيث وماكر. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل أن تقوم من مقامك دي كلمة مجملة، مقامه قد إيه؟ نشوف هو كان بيقعد وياهم للحكم قد إيه وللعلم ولمدارسة الأمور، ساعة ساعتين، إذا اللي حددها إيه؟ مدة الإقامة اللي كان بيقيمها وياهم على شرعه. وقبل أن تقوم من مقامك يعني مش هنأجلها الجلسة تانية، مش هنأجلها دلوقتي. قال له أنت حتفارق قبل أن تقوم من مقامك؟ شاف حد يتكلم تاني؟ ما قالناش حد يتكلم تاني إلا بالوصف. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. طب بالله أنا هتكلم الكلمة، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، شوف أنت جرب كده على ما أنا أقول الكلمة دي تكون طرفك اتردت كم مرة؟ مرتين ثلاثة، من مرة قبل ما تفوت. الله، يبقى العفريت من الجن خد مدة، قال له قبل أن تقوم من مقامك، إن كان ساعة إن كان ساعتين ماشي، إنما قبل أن يرتد إليك طرفك، مسألة دي على ما يتكلم الكلمة يكون الطرف اترد. ولذلك ما قالش فذهب فجاب، قال فلما رآه مستقرا عنده. الله، إيش هذا؟ على طول كده؟ إيه ما كده؟ لازم السرعة كده، لازم الإيه؟ السرعة. قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك إيه؟ طرفك؟ طب ارتد ارتد كم مرة؟ فلما رآه مستقرا، ما حدش شرع. فلما رآه إيه؟ مستقرا عنده. طب العلماء بقى قالوا من الذي عنده علم من الكتاب؟ أولا ما هو الكتاب؟ قالوا اللوح المحفوظ يعلم الله فيه بعض خلقه أسرار، أسرار الإيه؟ أسرار أسرار الكون. أنت عايز حاجة تيجي عايلها يا الله. إذا كان العفريت وهو مكلف يستطيع أن يجيبه قبل أن تقوم من مقامك، والهيصة دي اللي عنده علم من الكتاب يبقى أكثر من إيه؟ مش عايز زمن، مش عايز إيه؟ بدليل أنه قال إيه؟ قبل أن يرتد إليك طرفه، والطرف يرتد بس عن كلمة إيه؟ إن آتيك به. فلما رآه مستقرا عنده. الناس سنين قالوا لا ده أصف ابن ورقية، ده رجل صالح كان ربنا بيديله أسرار مش عارف الإيه. جماعة قال لك لا ده هو نفسه مين؟ سليمان. كأن العفريت لما قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك الله، يبقى سليمان. ليه؟ ازاي يعني؟ أم قال لك لانه لو كان واحد تاني يبقى التاني له تفوق في معرفة الكتاب قبل سليمان. أم رد عليه قال له طب ما يدي عظمة لسليمان ان هو فوق اللي يعرف الحكاية دي، والمزايا لا تقتضي الأفضلية، وانه اللي يبقى بالشكل ده في خدمة مين؟ في خدمة سليمان. هو لما يكون واحد عظيم قوي قوي يوم يعرف كل حاجة بقى يعني نقول للملك تعالى بقى صلح لنا دورة المية؟ لا، من عظمته انه يسخر الايه؟ انما برضو احنا نميل الى انه مين؟ الى انه سليمان. الجني حينما قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين، اكنه فاهم ان العرش ده حاجه ضخمه قوي وحاجه نفيسه كمان، فقال من ناحيه الضخامه انا قوي اتحمله، ومن ناحيه الامانه انا مش هاخد حته منه كده لا. لكن اللي عنده علم من الكتاب اللي يقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرض، وقبل ان يكمل الكلام يكون العرش موجود،
نقول له في حدث وهو نقل العرش من سبأ الى مكان سليمان، وكل حدث يحتاج في احداثه الى قوه وزمن، والزمن يتناسب مع القوه تناسبا عكسيا. ازاي؟ لو جبنا طفل صغير ونقول له انقل دي من هنا هاتها هنا، يجي يمسكها وايه ويمشي حبايب دايب لحد ما يحطه هنا. لكن لو واحد خلص هو عاملها بايده كده، يبقى اذا الزمن بتاع قطع المسافه يتناسب مع القوه تناسبا عكسيا، كل ما زادت القوه كل ما قل الزمن. واحنا عندنا كده في الالات اللي بنشوفها، يعني مثلا لما نروح لاسكندريه ماشيين هناخد قد ايه، نروح راكبين حصان ناخد قد ايه، نروح راكبين عربيه مش عارف ناخد قد ايه، نروح في طياره ناخد ايه، كل القوه ما تزيد الزمن. ولذلك دي نفعتنا حينما تكلمنا في سورة الإسراء عن إسرائه صلى الله عليه وسلم ومعراجه، قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس، كان الحدث يبقى بالنسبة لقوته سريت، ما قالش كده. ربنا قال إيه؟ أسرى. من الذي أسرى؟ الله. الله. وما دامت ما دام الزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا فلا تنسب الحدث إلى قوة رسول الله، لأنه ما قالش سريت، إنما ربنا اللي قال إيه؟ أسرى بعبده. وما دام أسرى بعبده انسب الزمن إلى قوة القوى وهو الله، يبقى لا يحتاج لزمن، ما يحتاج لزمن. تقول له من قعد ليلة ليه؟ قال لك لان الليله اللي قعدها لان في احداث هو عملها، راى وقال واتكلم وشاف ده وعمل ده، ويبقى الزمن اللي عمله هو، انما الاسراء نفسه لا زمن، نفسه ليه؟ ما فيش زمن. ولذلك ربنا قبل ما يقول القضيه العجيبه دي قال سبحان الذي، سبحان نزه عن قوانينك، نزل ايه؟ عن قوانينك. نعم، فهنا كذلك ما يحتاجش لزمن. يبقى ما لم يحتاجش لزمن اللي عنده علم الكتاب ده يبقى بيكون يعني على طول، يبقى مش عايز لا قوه، وما دام ربنا مديله السر ده يبقى امين ولا مش امين؟ يبقى ايه؟ امين. انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يعني الجن دي تحدي لمين؟ تحدي للجن. والتحدي بقى يعني ما تفرقش يا جن انك انت واخد قوانين كده، لا برضو انسان العادي يستطيع ان يهبه الله قوة يسخرك بها. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، يبقى ما يقولش لا من فضل ربي ان الحاجتين اتنين، يا ربنا مسخر له واحد بتاع الكتاب يقول له يا هو نفسه اللي يقول له، سواء كان دي ولا دي يبقى فضل ربنا عليه، ان كان فضل مديها لي يعني أو فضل مدها لوحده وهو مخليه تبعي. نعم. هذا من فضل ربي ليبلوني. البلاء الاختبار، ابتلاء الاختبار. البلاء الابتلاء الاختبار ده مش مذموم لذاته، مذموم للنتيجة. هنختبره فالنجاح يبقى كويس له والسقوط يبقى وحش. ليبلوني، ولذلك هيردد اثنين، أشكر أم أكفر؟ اشكر احنا قلناها هناك علشان ايه؟ يبقى ذكر المنعم ولم يلهيه جمال النعمه عن جلال الواهب. اشكر ام اكفر؟ يعني اقول لان اوتيت على علم؟ لا. وبعدين قال فانما يشكر، ومن شكر فانما يشكر لنفسه. ربنا مش عايز شكرك، شكرك لا يزيد في صفات الله صفه كمال، انما الشكر ده لمصلحتك. ومن كفر يعني ما شكرش شف ان ربي غني، يعني برضه هيدينه، غني عن الشكر وكريم يعطي. ومن شكر فانما يشكر نفسه، ومن كفر فان ربي غني كريم. طب ايه هو ربهم برضه فين؟ قال لا اصل هو عنده نعم كتير قوي، فجاب المساله بالنسبه له لعني نعم وما
قال يبقى راح بقى اللي عنده علم. فلما رآه مستقرا العرش موجود اهو خلاص انصبوه بقى وضبوه كده وخطوه. وبعدين هي جاي عايز يعمل لها اختبار عقلي واختبار ايماني. قال نكروا لها عرشها. نكروا ضد عرفوا. العرش بتاعها جاي على هيئة كم زي منصوب في سبق جهن. فلو انها جاءت ورأته هو تبقى مش عايزة فعلا تقول ايه هو دي ذكاءها ما يبانش في الجواب. نكروا لا يعني غيروا بعض المعالم كده زي ما يقول فلان ده متنكر. متنكر يعني ايه؟ غير ملامحه وزية عشان يقول للناس انه مش فلان مش كده؟ او نكره لا عشان لما تشوف تقول الله ده مش. لكن العرش هو هو الشكل العام هو هو. قال نكروا لها عرشها ننظر عشان نشوف. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. تهتدي إلى إيه؟ أولا هو عايز يختبرها إيمانيا وعقليا. إن كان إيمانيا تبقى تهتدي إلى الإسلام، وإن كان عقل تهتدي للجواب اللي إحنا بنقولها. هو لو أن نقول لها أهذا عرشك كان يبقى زي إيحاء بالجواب، إنما لخبطة في السؤال. قال لها أهكذا عرشك؟ يعني بده يقول لها ده مش عرشك، ده عرشك زينا كده. إنما لما يقول لها إيه؟ أهذا عرشك؟ زي ما تقول الولد أهذا قلمك؟ لكن لما تقول له أهكذا قلمك؟ يبقى أكنه يبقى بيده يعمل فيه إيه؟ ماذا قالت فيها؟ بصت للعرش لقته، بصت للتنكير لقته مش هو، عايزه جواب يحتمل ده ويحتمل ده. شوف بقى الجواب الدبلوماسي بقى. قالت كأنه هو، سلام، كأنه فعرف انها ايه عقله ونصحه قوي. طب وتهتدي التانيه دي عقليه، والتانيه قالت علشان تعرف ان هي سايبه العرش هناك وجايه لنا في الطريق. ازاي رحنا احنا من هنا جبنا العرش وازاي هدناه هناك وازاي جبناه هنا؟ تبقى المسائل بقى يعني ده فوق مستوى البشر. يبقى خالق البشر هو اللي عملها، يعني احنا محقين في اننا انبياء وندعو الى الحق. تبقى تهتدي للإيمان. يبقى عايز حاجتين اثنين، هتهتدي الى ان عرشها، تهتدي للجواب. ما هو الجواب محتمل، العرش هو هو انما منكر. فعايز جواب يحتمل دي. قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي الى جواب يجمع الامرين في ان منكر وهو عرشها، او تهتدي الى ان الذي صنع ذلك انما يكون مؤيد من الله باسرار الكتاب اللي انا قريته كده وانت جاي، أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ هذه أهكذا. قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها. الكلام ده مين؟ كأنه هو وأوتينا العلم من قبل هذه الحسة. يعني معناها بتقول له إن كان منها الكلام، إن كان تكوين الكلام كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها، يعني من قبل الحسة دي أوتينا علم بأنك نبي، لأن لما ردت الهدية وبقى أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم عرفنا من قبل الحكام. ما كانتش لازمة الحسة دي يعني. وأوتينا العلم إيه من قبلها، أو الكلام من كلام سليمان أوتينا العلم من قبلها. أوتينا العلم إيه؟ كلام سليمان اللي إيه؟ كنا مسلمين بعدها قبلها. إحنا قبلها احنا اوتينا العلم من قبل. احنا هي عرفت الوقت الدين والبتاع دلوقتي، احنا يعني قبلها من قبلها. طيب وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله
إنها كانت من قوم كافرين. صدها إيه؟ مين اللي صدها؟ صدها إعجازه الحادث اللي حدث، يعني سليمان بما صنع من أحداث صدها عن إيه؟ عن الكفر بتاع زمانها. ليه؟ لأنها كانت من قوم كافرين، فالحادثة دي عملت فيها إيه؟ صدتها نعم، وصدها ما كانت تعبد من دون الله. صدها سليمان عما كانت تعبد من دون الله، وتعبد من دون الله لأنها كانت من قوم إيه؟ كافرين. لكن الكلام بعد كده يدل على أنها ما قالتش الحكاية بتاعت إسلام وأوتينا العلم من قبلها، يعني بقينا مسلمين، إلا بعدين قيل لها ادخل الصرح. الصرح إما أن يكون القصر المشيد، وإما أن يكون البهو الكبير اللي بيقعد فيه، وإما أن يكون زي الإيوان بتاع الأكاسرة مثلا. قيل لها ادخل الصرح. دخلت الصرح، جاية تدخل الصرح، قامت لقت سمك وبلور، يعني مية، فقالت الله هو عايز يغرقني في الله. قامت لما دخلت شلحت سبها وكشفت عن ايه ساقيها. يبقى معناه انها فهمت ان ده ايه مية. ازاي؟ أم قال لك لأنه بنيه من قوارير. أنت عارف الكريستال، ويطلع بقى مو كده ويبنيه من الكريستال، ويحط تحت الكريستال سمك كده عمال يجري ومش عارف إيه وبتاع. فهي فهمته إيه؟ إنه لجة قامت شمرت عشان ما يصعدش. قال لا أدخل السجن، إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي. إيه اللي ظلمت نفسي في إيه؟ في الكفر أولاً؟ يبقى إذن هي ما مش هي بقى اللي قالت وكنا مسلمين، أو هي لم تنطق بالكلمة نطق صريح إلا بعد الجمعة. إني ظلمت، أو ظلمت نفسي في إني اتهمت سليمان بإنه عايز يغرقني في المية، قالت كل الصرح عشان أكون بكده وأروح وأغرق في المية. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، ظنته لجة، لجة مية. طب ولجة المية دي ايه مية؟ قال لك ما هو الكريستال بقى لما يتعمل كده ويتموج بتركيبه، ولقى السمك تحته عمال بيه، قالت بقى ده لجة. وكشفت عن ساقيها، ودي عملية قسرية لكل انسان قد يعرض نفسه في السير لبلل او اي شيء. انت لما تمشي تلاقي حتة كده فيها بيض، مسألة آلية يعني. هم بقى عندك من الإسرائيليات بقى، وكشفت عن ساقيها لأنه بقى هو عمل لها العملية دي علشان هي تعمل كده تكشف عن ساقيها، لأنه بلغه أنها مشعرة الساقين، بقى النبوة والبتاع كلام. قيل لها ادخل الصر، فلما رأته حسبته لجة. احنا عارفين مادة حسب وحسب وحسب، الماضي غير المضارع. اما نقول حسب، احسب الناس وان يتركوا، يوم نجيب المضارع يحسب، يحسبون كل صيحة عليهم العدو. انما لما يكون من العد تبقى مختلفة، دي كتبقى ديها في الماضي السين مكسورة، لكن دي في الماضي السين مفتوحة. حسب يعني بمعنى عد، والمضارع يبقى بالعكس، حسب ايه يحسبه. وكشفت عن ساقيها، قال انه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. احنا كنا قلنا زمان عند قصة فرعون والسحرة، لما القوا حبالهم وعصيهم، وبعدين موسى ألقى العصا فلقفت كل الحشياء دي، والسحرة بتوع فرعون بصوا، لأن الساحر ينظر إلى الشيء المسحور فيراه حقيقة، إنما المسحور هو اللي يراه إيه؟ تعبان.
ولذلك القرآن يقول سحروا أعين الناس في الحقائق يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسحر. فهم لما شافوا من كده قالوا الله ده حاجة صحيح. عملوا ايه؟ وأمنوا بمين؟ ده رب موسى. طب ده موسى هو اللي خد الجاي يعني هو اللي عمل العملية. قال لا ده المسألة دي خارجة عن نطاق البشر. لأن لو ساحر كان يبقى نشوفها عصيان وحبال. لا لا مش هو. آمنا برب ايه؟ موسى وهارون. قال آمنتم له إلى آخر ما قالوا. قالوا لا ضير إلى آخره. قالت رب إني ظلمت نفسي. هذه الحكاية متكررة هنا. سليمان دانت له بالقيس واقتنعت لكن برضو كبرياء الملك فيه. قالت له ما تفتكرش أني أسلمت ليك أنت داني أسلمت وياك لله. الله ما شاء الله يا مولانا أسلمت وياك لله يعني هو حد يسأل عن حد إحنا الاثنين عبيد أسلمت مع إيه؟ أسلمت مع سليمان لله رب العالم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولسليمان الريح. الله. أتينا داود فضل قلنا يا جبال قومي معه وعملنا لسليمان إيه؟ سخرنا له الإيه؟ الريح. احنا قلنا كلمة الريح إذا رأيتها مفردة فاعلم أنها من جنس التعذيب وإن رأيتها مجموعة رياح فاعلم أنها من الرحمة. مثلا الرياح ربنا يرسل الرياح إيه؟ لواقح الرياح. لكن لما جه في ريح قال لك الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. يبقى ريح لما تيجي لوحدها وقلنا دي العلم الكوني يسندها. ليه؟ قال لك لأن معنى رياح لو كانت جاء من جهة واحدة تبقى ريح واحدة بس قوية. إنما معنى رياح أنها بتتلاقى بتتقابل. دي جاي كده وده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده. قلنا إن الرياح حين تتقابل على الأشياء ده الذي يثبت الأشياء في مواضعها. بدليل إن الرياح لو جه من ناحية واحدة إعصار يكسر الشجر. ليه؟ لأن الناحية المقابلة ما فيهاش ريح تقاوم. حال قوي. يبقى إذن الناطحات السحاب والأبراج والأشياء اللي هي مش عارف إيه والجبال دي كده إيه اللي مخليها تثبت كده مع أن الأرض عمالت إيه بتدور وتلف؟ قال لك اللي بيخليها كده أن الرياح إيه بدليل أنهم لما يعزوا يعملوا حاجة يفرغوا الهواء من ناحية. فلما يتفرغ الهواء من ناحية تروح جاية إيه الناحية التانية. فلما يكون ريح واحد هيجي من ناحية واحدة إنما رياح هيجي من إيه. هذه السبب في ان دي الرياح لواقع ودي الرياح الايه
الريح العقيم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ايه تدمر كل شيء بامر ريح رب. طب هل ربنا سخر الرياح لسليمان ولا سخر الريح؟ وهل الريح عند سليمان دي من الله؟ قال لك نعم، لان الريح دي ادت سليمان عزة لا يقوى احد مطلقا ان يكون، ولذلك ده الوحيد اللي ما عندش حرب، ما حاربش ولا عمل اي حاجة، حد واخد ملك ونبوة، الملك ساند ما حدش يقدر يتنفس. عشان يقول لك انا لما عاوز المؤمنين كلهم يؤمنوا اجيب واحد ايه يحملهم على انهم يقول. انما انا مش عايز كده، لانني لا اريد قوالب وانما اريد قلوب. مش عايز قوالب، انا عايز ايه قلوب. ولذلك لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين، ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. انا مش عايز اعناق ولا انا عايز قلب، انا عايز يجيني بقلبه، انا عايز يجيني وهو يقدر انه ما يجينيش. ادي العظمه بتاعت الاله. نعم. ولذلك قالوا الرياح ما سخرتش لسليمان كلها، ده ريح مخصوص هو اللي له، يعني وظف حته من الرياح عند ايه؟ عند سليمان. مش كل الرياح يقول تعالى الرياح، لا ده حاجه مخصوصه كده. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها ايه؟ شهر. يعني كده الغدو اللي هو سر اول النهار، والرواح السر الايه؟ الاخر النهار. غدوها شهر ورواحها ايه؟ واسلنا له عين القطر. زي ما ألنا لابوه الحديد جينا لحاجة تانية اسمها النحاس. النحاس أسال الله فبقى زي الايه؟ زي الحبر، زي الله بقى دوك ألن له الحديد وده ألن له الايه؟ ألن له النحاس. وأسلنا له عين القطر. ولذلك هناك في القضية بتاعت السدين آتوني أفرغ عليه ايه؟ قطرا، يعني نحاسا ايه؟ نحاسا مذابا. وأسلنا له عين القطر. وحاجة تانية، ومن الجن من يعمل بين يديه. شوف بس كلمة بإذن ربه، مش من عندك يا سليمان، إنما من الايه؟ الله. من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا، مش عن أمره، لا يزال الأمر في إذ مين؟ في إذ صاحبه. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، يبقى هو حريته في اللي يعملوه، إنما في حرية العمل أمرنا إحنا، نقدر نقول لهم كنوا يكنوا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا. يعملون له ما يشاء من محاريب. المحراب هو ايه؟ المحراب يطلق على المبنى الفخم الواسع الكبير كالقصر كده، او يطلق على المكان اللي اتخذوه الناس عشان العبادة. دخل عليها زكريا الايه؟ المحراب، الحتة اللي قاعدة فيها تتعبد ايه؟ فيها. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. احنا عارفين التماثيل اللي هي صور الاشياء الحيوانات والرجال. قال لك ايه الحكايه بتاع التماثيل دي؟ يعملون ايمتن الله على نبيه بانه خلى الجن تعمل له تماثيل؟ ده التماثيل امرها معروف عندنا وبنكسرها وبنحطمها. قال لك لا، انما حطمت بعد ان اتخذها الناس للعباده والالوهيه. انما كانت الاول ما فيش، بل بالعكس كانت التماثيل للاذلال، لانه كان يعمل له الكرسي بتاعه اسدين وهو قاعد فوقهم كده، الاسدين اللي هم يخوفوا مش عارف. قال هو ايه دليل على ان الوحش حتى في خدمته. وكانوا يعملوا له مثلا القصر ويعملوا البلكونه، زي يمكن شفناها قريب، يعملوا البلكونه ان فيه ناس محنيه كده وشايله البلكونه بدل المسلح ما يطلع كده، هو عاملين كده. قال لك بيتخذ التماثيل لايه؟ ده للخدمه مش للعباده. انما يوم ما اتخذت للعباده ربنا ايه؟ حرم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفنه هي الاصعب اللي احنا بنعرفها دي، ك
كالجواب يعني كالبتاع الحوض الواسع الكبير ده دليل على ايه؟ على انه هو كان بيأكل وتملي وقدور راسيات. قدور مش محتطحط على الكانون ونشيلها ونحطيه, ده قدور معمولة ايه؟ ثابتة, مما يدل على انها كبيرة او ما تتنقلش. ولذلك لما حدثنا في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن مطعم قال لك كانت رسول الله يقول كانت له جفنة قصع الطعام كنت أستظل بها في اليوم القائظ في مكة. يقعد يستظل تعالى, ده دل على إنها إيه؟ حاجة كبيرة قوي. علشان عبد العزيز آل سعود لما جه وحط الرياض كان عامل قدور بحيث يقف توقف الجمل القدر ثابت الجمل يقف فيها كده. أنا أول ما رحت مكة رحت في المبرة لقيت قدور فيه أنا وقفت فيها كده بطولي فوسعتني, ده دليل على انها اللي بتطعم كتير بيطعم ايه؟ قدور. نعم. وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا لله, مش اعملوا عشان تؤتوا نفسكم, اعملوها شكرا لله على النعمة. يعني ايه؟ قال لك اوعى تعمل على قد حاجتك, لانك انت لو عملت على قد حاجتك يجي اللي ما يقدرش يعمل يعيش ازاي. لا اعمل على قدر طاقتك, فما اخذته اخذته لنفسك وما بقي فاعمل له ايه؟ الدين. وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور, اهدي فسرت لنا حكاية سيدنا عمر. سمع واحد وهم ماشي في الطريق كده يقول اللهم اجعلني من القليل. ماله صحيح يا رجل ايه الدعوة دي ملهاش معنى دي؟ قال له لانني سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور فانا بدعو ان اكون منهم. قال كل الناس اعلم منك يا عمر. كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا. وشكرا لإيه؟ للنعمة. طب والشكر يعمل إيه؟ قال له يزودك. إذا إيه؟ يزودك. فربنا بيعلمك إزاي عشان تزود النعمة بتاعتك. أو اعملوا آل داود شكرا أن أقدركم على العمل حتى تعولوا من لا يقدر على العمل. يبقى آدي اللي إيه؟ خدت في حضنك شوية ناس. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إيه اللي جاب الضمير هنا هو؟ فلما خر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم, دل مين؟ على ايه؟ موته. دلهم دل مين؟ لازم الجن بقى. اهي جاي الجن. يبقى عاد الضمير على معلوم من السياق الاول لانهم يعملون له ما يشاء من محاريب. فقالوا القصه ان سيدنا سليمان كان يعبد الله واقفا متكئا على عصا, مش قاعد على راحته كده, ويعبد يوما كاملا وليلا. ما هي كلمة شكرا بقى على قد ما اداله بقى النعم الواسعة دي كلها. ويظل بالأسبوع وبالشهر ولا يأكل إلا خشكار الخبز. شوف النعمة دي كلها ربنا مسخر له إيه ويأكل الخشكار. الخشكار اللي هي الردة, العيش اللي من رده اللي احنا كنا نسميه في الفلاحين السن, ونسيب القطافة كان نسمي الدقيق الابيض القوي ده قطافة نمرة واحد الاعيان ياكلوه والعبيد هم اللي ياكلوا الايه اللي بسن. وبعدين تبين ان الخير كله في السن دي, بدليل ان اللي عاش طول عمره ياكل قطايف وياكل دقيق نقي ومش عارف ايه يجي في اخر حياته يقول اوعى تقرب منه ما تاكلش الا السن, ما هو بيعوض عشان يخلط بقى يبقى.
ها؟ ولذلك شوف بقى إذن ال- 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 الردة اللي احنا بنقول عليها دي دلوقتي معمولة دواء، عاملين الأجزاء عاملينها أقراص وعاملينها أواني، والواحد ياخد كده معلقة من المش عارف ايه ويضوبها في المش عارف ايه. الردة اللي احنا ايه كنا نعاف منها إجابات دي لفتتنا في عند قول الحق سبحانه وتعالى والحبذ العصفي. إذن التسخير معناه ايه؟ انه جاب قوة فوق الإنس، طاقة وقدرة وقصر زمن وطول حركة. الحق سبحانه وتعالى يعلم أن الجن كانوا يسترقون السمع، ولذلك الميزة اللي جاءت في رسالة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو كانوا أنهم من قبل يقعدون منها مقاعد للسمع، مش كده؟ الله. فمن يستمع الآن يعني بعد ما جه رسول الله محمد يجد له شهابا وصدا. إذن سر السماء صين كله، ولكن في أيام الجن ما كانوا بيسترقوا سر السماء صين جله يعني معظمه، إنما يسيب ربنا يسيب لهم حاجة كده ياخدوها لقط كده من كلام الملائكة عشان ينزلوا يعملوا بها إيه يقولوها وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. يقوم أوليائهم لما يقول والله هيحصل كذا وكذا كذا افرض إنها 5% بس، يقوم يغش الناس يقول يا سلام ده بيعلموا الغيب، بيعرفوا اللي مش عارف الحاجة قبل ما تيجي. لكن عند سيدنا رسول الله صان الله له سر السماء كله، وإن كان قبل كده كان سر السماء أيضا مسور، ما كان اللي واقف يتلصص ده يدوب ياخد كلمة وكلمة تفوت منه وكلمتين يفوتوا منه وينزل يبشر بالكلام. فبعضه يصدق، يوم لما يصدق الناس يقولوا يا سلام ده بيعلموا الغيب، الجماعة دول بيعرفوا الغيب. فالحق سبحانه وتعالى أراد في مسألة موت سيدنا سليمان انه يفضح الجن في هذه المسألة. فلما قضينا عليه الموت، كلمة قضينا عليه الموت ما تفيد ان الموت قضاء، يعني لا مندوحة عليه، زمنا لا يترتب على مرض ولا على سبب. ولذلك قلنا زمان والموت من دون أسباب هو السبب، مات لأنه يموت، بس مات لأنه إيه؟ لأنه يموت. ولذلك يخاطب الأحياء بما فيهم سيدنا رسول الله يقول له إنك ميت وإنهم ميتون، قبل ما يقول على أمته ميتون يقول له هو إنك، بشوف منزلته عند ربه قد إيه، إنك إيه ميتون. وكلمة إنك ميت يعني تقول إلى الموت، مش معنى إنك ميت يعني دلوقتي تقول إلى الموت، لكن اللي يموت بالفعل لا يسمى ميت. نحن ونحن أحياء ميتون، يعني إيه؟ يعني هنموت. وربنا بيجيبها كده يقول لك دي مسألة مفروغ منها، مش حد هيخلد. وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون إنسان. فلما يقول ميت يبقى كل الأحياء يخاطبوا بهذا، لكن حينما نريد أن نخبر بالموت حقيقة ووقوعا نقول إيه ميت ميت، يبقى الميت اللي على حقيقة الميت نقول إيه، ما نقولش ميت نقول له إيه ميت. وما الميت إلا ما إلى القبر يحمله، إنما كلنا إيه كلنا إيه كلنا ميت. فلما ولذلك الناس لما حبوا يدوك صورة حسية عن الموت قال لك اسمع، الحياة جاءتك وساعة الحياة انطلق سهم الموت معها إليك، مع الحياة إيه سهم الموت وإياها كده، وعمرك بقدر سفر السهم إليك. امتى يوصل؟ بعد دقيقة، بعد دقيقتين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، ما نعرفش دي. يبقى الموت سهم ايه مرسل، ارسل بالفعل، وعمرك بقدر سفره ايه وعمرك بقدر سفره اليك. يبقى فلما قضينا عليه الموت يعني المسألة اللي كل نهاية كل حي، ما دلهم على موته محدش عارف انه ميت. ازاي محدش عارف انه ميت؟ لا بد أن يكون كان في حالة لا تقوم إلا من الأحياء،
واحنا قلنا ان هو كان من شكر ربنا وضراعة ربنا يظل عابدا لله وهو واقف وهو. فلما جاء في يوم يتعب شويه الواحد لما يقف يريح على الرجل دي شويه والرجل دي شويه يتعبوا الاثنين يقوم يجيب حاجه جديده بقى يبقى يريح عليها لان الاثنين هيتعبوا. فجاب المنسأة بتاعته العصا ويتكئ عليها كده هو وقعد يعبد ربنا ويتكئ عليه. الجن حتى الجن ما يخافوش الا بعينيهم شايفينه واقف كده يجدعنوا بقى ويشتغلوا ويهموا ومش عارف ايه. قام الموت جه وهم واقفين قعدوا يشتغلوا يعني برضه بينهجوا وبرضه بيتعبوا الله وشايفينه واقف ما يقدروش لان ربنا قال ومن يزغ منهم عن امرنا ايه نزقه من عذاب الالم ما حدش يقدر يقولها. وبعدين طب ازاي المساله تنكشف؟ فكل ما يشوفوه واقف كده اهو هي طبيعته ان هو بيعبد ربنا وهو واقف كده يشوفوه واقف يقول لك ده لسه شوفوا كده اللي هو واقف الله. وبعدين ربنا بقى حب يخلي المساله تنتهي ويقضي بها حقيقه شغلت الناس جميعا الجن والانس يقضي بها حقيقه. ايه هي؟ قال لك الجن لما كانوا بيقعدوا يتلصصوا للسماء وياخدوا كلمه كده خطف شويه كلمه ويركبوها على كلمه ثانيه ويقولوها للناس فهموا منهم يعلموا الغيب. فلما قضينا عليه الموت فضل ميت وهم شايفينه ميت ويعملوا لان هي كانت عادته كده. وبعدين ربنا سلط حاجه اسمها الارضه. الارضه انتوا الناس بتفهم ايه؟ ما دلهم على موته الا دابه الارض، الارض المقابله للسماء. لا دابه الارض اللي احنا نقول الارض الفر ارض اللي بتقرض يعني دابه الارض يعني اللي ايه؟ الارض اللي هي اللي هي العته اللي فيها في الخشب. العته ما شفتوش عته في الخشب؟ في عته في الخشب تقعد تاكله كده ايه اسمها الايه؟ الارضه. والفعل منها ايه؟ ارضت تأرض ارضا زي ضرب يضرب ضربا. يبقى الارض معناها ايه؟ ان هو ايه؟ ارض الفار. يقول لك الفار اراضه. تبقى الارضته هي التي جت لايه؟ للمنسأة اللي هي العصايه من تحت وقعدت ايه؟ تنخر فيه. لما نخرت فيها اختل التوازن. اختل التوازن ولذلك عبر عن اختلال التوازن والوقوع القسري الذي لا نظام له بقوله فلما خر. وخرور الشيء ملوش نظام بقى. لما خر السقف هل له نظام؟ دي تنزل الاول ولا دي خر قصر. ولذلك لما جه فخر راكعا واناب يعني ساعه ما الحكايه جت كده ام ايه من غير ما ينظم الحكايه بقى ويحط ايديه كده والسن ده دليل على سرعه الاستجابه. سرعه الاستجابه. فلما خر ايه اللي حصل؟ عرفنا انه مات. الجن والانس عرفوا الحكايه دي. يبقى الجن ما امتزوش بحاجه. تبينت الجن لما خر تبينت الجن. ايه اللي تبينته؟ انهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. المده اللي فاتت دي وهو واقف وهم عمالين ايه؟ يشتغلوا. انفضحوا امام نفسهم. هم كانوا فاهمين انهم بيعرفوا الايه؟ اللي بيعرفوا الغيب. يقولوا لا ده انتوا كنتوا بتعرفوا حاجات كده خفافه كده وتقعد ايه تقولوها، انما لو كنتوا بتعرفوا الغيب صحيح كنتوا عرفتوا انه مين؟ ان سليمان ايه؟ مات. ولما يموت يقولوا خلاص بقى اللي احنا كنا مسخرون له ايه؟ ويروحوا كانهم برضه بيتعبوا ولا ما بيتعبوش؟ برضه بيتعبوا يطرأوا عليهم ما يطرأوا على كل حي من التعب في الايه؟ بالعمل. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض يعني اللي بتعرض ارضا تاكل من سأته. من سأة كلمه نسأة اخر. والمن سأة هي العصايه اللي الواحد يجيبها عشان يذكر بها الهوام، يذكر بها كلب هيعضه، يذكر بها كده يعني ياخروا عنه كده يردعوا كده وياخروا عنه. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله اكن العمل اللي بيعملوه كان عمل ايه؟ بمشقه واهانه لانهم بياخدوهم هم فاهمين انهم هم جنس تسامى على مين؟ على جن تسامى على الانس بدليل ان ابوهم قال زمان انا خير منه خلقتني ايه؟
من نار وخلقتهم، وهم فاهمين برضو انهم هم ايه مميزين. فلما يجي واحد من الانس يسخرهم عشان يعملوا له، يبقى ده عذاب لهم ولا لا؟ افرض انه عذاب عمل غير مرهق بدنيا، انما يرهق نفسي ولا لا؟ ان الجنس اللي كان بيقول انا خير ومش عارف ايه وبيدعي مش عارف ايه عمال بيخدم الايه. طب العذاب المهم، طب كيف يكون رسول واللي يبقى معاصره وبيختمه يبقى في عذاب مهين؟ قام قال لك اصلك انت خدت الشبهه دي من قوله الجن وظنيت ان الجن كلهم كانوا مسخرين لادم. لا، ده ايه ثانيه شرحت ان من الجن، الجن دي جاء عشان انه مستور الفعل ما تشوفوش، انما هو قال ايه والشياطين كل بناء وغواص. يبقى اللي كان مسخر له مش المؤمنين، اللي كان مسخر له الايه الشياطين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ايه عملا دون ذلك. والى لقاء اخر ان شاء الله.